الله يخرب بيتك يا زين الكلب. كلبة تودينا في داهية. اهو اهو ما عليك المدعو راتب. راتب مين؟ ده سيادة اللواء محسن. سيبه. مش هسيبه معليك. مين الحيوان ده يا حمزه؟ يا ابني سيبه. انا مش اوعى ايدك. مش انا قلت لك اللي فوق؟ ما انا طلعت معليك فوق زي حسب ما قلت لي سيادتك. وانت طلعت فوق. انت اللي وداك عند راتب. كنت بزور الاستاذ راتب. مشكله؟ وقلت له ان انا محسن كمان. وكمان قال لك محسن. اصل هو معذور بصراحه، يعني دي مش بيجامه لواء. ايه اللي حضرتك لابسه؟ يا سيدي البس اللي انا عايزه. انا حر. حقك حقك. سيبه يا ابني. اوعى ايدك. انا مش متاكد منه. انا حاسس. وحياه امي انا بقيتك في الاسم النهارده. ايه رايك بقى؟ سيبه. ده سيادة اللواء محسن. اعتذر اعتذر. كويكلي. ما عليك. الراجل ده اهو. اهو اهو اهو. هو اللي قال لي اعمل كده. وبعدين بصراحه انا كنت فاكرك راتب وعامل لي كمين يعني وكده، فانا اسف وانا بعتذر لحضرتك وبشكر حضرتك على ذوقك الطويل. والله العظيم الراجل ده مؤذي. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل انه ممكن ياذي حد بالشكل ده. من هنا اسود بؤرة شر محور الشر. بعدين انا متعلم وابن ناس معليك، بس هو الزمن والحوجه وكده يعني. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا ولد وحيد على 3 صبيان. وبعدين ابويا كان دايما يقول التعليم في الصغر زي النقش على القمر، فحطني في مدرسه تجريبيه لغات فرنش وانجليش وكده يعني. وبعدين الزمن بقى والحوجه، سيادتك بقى هي اللي رمتنا على الاشكال ديت. ويعني هنعمل ايه بقى معاليك؟ الاشكال دي هو احنا اسفين يا فندم جدا. اسفين؟ وحياه امي لبيتك في الحجز النهارده. ايه رايك تاني؟ ماشي؟ معلش فندم احنا اسفين. ماشي. اسفين. استاذ راتب. لا ده مش راتب، ده سيادة اللواء محسن. بقى انا راجل مؤذي يا ابن الكلب يا واطي. انا عجوز. انا راجل مؤذي. معلك بربنا. بقى انا راجل مؤذي وانا محور الشر يا واطي. انا قلت كده معلك. انا هعمل معاك الصح. طيب تعالي نرتب افكارنا دلوقتي. عم محمد بيعمل غسيل للكلى لحد ما نلاقي له متبرع ويعمل عمليه زرع كلى. من ناحيه تانية انت وزينب عملتوا تحاليل والنتيجه هتبان بكره. لو حد فيكم نفع يتبرع له اهلا وسهلا، ما كانش يبقى مضطرين نلاقي متبرع حتى لو نديله فلوس عشان يعمل عمليه. الموضوع سهل يا عبد. مش مهم الفلوس، مهم ان احنا نلاقيه. بس انا مش هخلي زينب تعمل العمليه حتى لو كانت تنفع، لسه صغيره. لعلمك بقى انا كنت ناوي اعمل كده حتى لو اي حد فيكم ينفع يتبرع له. انا مش فارق معايا، انا المهم ان محمد يخف. انت ما تعرفش ده يبقى بالنسبه لي ايه. هو اللي رباني زي ابويا. ما تخافيش عليها هديل. هديل عشان خاطري، مش عايز اشوفك زعلانه. ضحكتك بتديني امل. اضحكي بقى ما تبقيش غلسه. عارف اني طول عمري بحلم بان يبقى في حد جنبي، يبقى جنبي في اي مشكله تقابلني. حاسس ان هي سهله مهما كانت صعبه. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه. هديل انا ببقى فرحان جدا وانا جنبك. ده السيشن الرابع يا حسين وبرضه مفيش فايده. مفيش فايده في ايه؟ ما انا هاخد بالي من كل اللي بتقولي عليه. انت ليه مصر انك تشتغلني؟ مين قالك ان انا بشتغلك؟ انت حددتي نقط معينه وانا همشي عليها. انا مش مصدقك. طب اعمل ايه عشان تصدقيني؟ طب اهدى اهدى حسين.
دلوقتي المفروض يعمل ايه يا سارة عشان تكوني متأكدة؟ والله العظيم يا بابا ده بيسجدنا، هو بس عايزني اكتب التقرير، بعد كده هيروح هناك هيمثل عليهم شويه وكل حاجه هترجع زي الاول. طب انا اعمل ايه دلوقتي عشان اثبت لك ان اللي انت بتقوليه ده غلط؟ قولي انت شايف ايه الغلط في نفسك وهتعمل ايه عشان تصلحه. اقر انا حسين احمد كرييتيف في مصر اني هعمل كل حاجه انت تقولي عليها. اللي هو اللي هي اني همجي بس لما اجي اتكلم مع الناس سواء كانوا كلاينتس او زمايلي هتكلم معاهم باسلوب كويس، واني عشوائي بس لما اجي اتف هتف في منديل، ولما اجي اعمل حاجه بصوت عاملها في الحمام، واني هشرب حشيش بالليل بس. بيتهيألي دي كل حاجه. انا من رايي اكتبي تقرير مشروط انهم يجربوه على ضمانتي. انا واثق في حسين. واثق في حسين؟ ايوه، حسين مش هيخذلني. ماشي. ما تكتبيش حاجة. ما تكتبش ليه؟ لأن أنا فعلا بشتغلك ومش هعمل أي حاجة من اللي قلت لك عليه. أنا عارف، بس أنا برضه هكتبه وبراحتك. قول لها ما تكتبوش، مش هسلمه. ليه بس يابا؟ ما تحاول تكون كويس عشان الناس اللي حواليك مش عشانك. تعرف إنك راجل طيب؟ والله العظيم كان نفسي يبقى ليا قلب زيك. ينفع تبدليه يا ساره؟ هتبدليه بايه؟ ده انا ما عنديش حاجه ابدله بيها. حاسس انك شايفاني هرين قدامك. عشان شايفك على حياتك. ليه؟ انت ولا حاجه. انت كائن همجي وملوش اي طعم. انت عامل زي الكلب، هتعيش لوحدك وتموت لوحدك ومفيش اي حد هيعيش معاك ولا هيرضى يعيش معاك علشان انت شخص مقزز. كفايه يا ساره، سيبها تكمل. خلصت كلامي. وانا صغير كنت في مدرسه داخل، كنت بقعد بالليل، كان زمايلي بيجي لهم ابهاتهم وامهاتهم يجيبوا لهم معاهم اكل ولبس، بعد كده كانوا بياخدوهم ويمشوا، وأفضل قاعد لوحدي أنا والغفير. أنت عارفة يا سارة إن جسمي عامل كده ليه؟ عشان لما بحس بالجوع باكل أي حاجة وخلاص. أنا معرفش حاجة اسمها نفسي مفتوح. أمي مشيت من الدنيا قبل ما تكبرني، ما كانش عندي أب يعلمني أي حاجة ولا حتى الصلاة ولا ياخدني معاك كده. أنا بغلط في الصلاة لحد دلوقتي يا سارة، عشان كده ما كنتش برضه أصلي معاك. فاهمني؟ فاهم. أنا بحسدك على أبوك يا سارة بجد. كل يوم لما كنت بروح البيت كنت بتمنى الاقي اب زيه يقوم يضربني بالقلم يمكن افوق من اللي انا فيه. الشخصية ناجحة يا سارة. انا لما كنت بقلي ادب عليكي كنت بجرح فيكي لمجرد اني ادافع عن نفسي. انت فعلا حظك وحش انك قابلتي بني ادم زيي. بني ادم ما يعرفش طعم اي حاجة في الدنيا حلوة ولا وحشة لانه ما اتكونش صح. أنا فعلا مش بني آدم زي ما أنت قلتي. أكلت. يمكن الكلب يكون أحسن مني كمان. استنى يا حسين.
انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اخد بيت حاجتي ونفسي اتعشى مع مراتي. سيف انا ما بقتش احبك، وعايزه اقول لك ان كل اللي بتعمله ده مش هيفيدك، لان حصل متاخر. لسه عندنا وقت يا هديل. ما عندناش وقت. ليه ما عندناش وقت؟ لانه ما كانش وقته انك تتفرج على افلام واقول لك ده بيجرحني وانت ولا يهمك. ما كانش وقته لما ضحكت عليا وفهمتني انك بتقرب من ربنا وانت بتخدعني وبتفكر تتجوز عليا. ما كانش وقته حاجات كتير عملتها جرحتني. سيف احنا اللي بينا ما بقاش موجود. ارجوك سيب المفتاح، واوعدك ان انا هبعت لك كل حاجتك لحد عندك. دكتور انا عايز اعرف بابا حالته وصلت ليه؟ حضرتك ما بتردش ليه؟ بابا كده دخل في حاله غيبوبه يا هبه. يعني لازم ننقله المستشفى؟ لا مش لازم، كل اللي محتاجه من المستشفى موجود هنا. والحل؟ رحمه ربنا واسعه. يعني ايه رحمه ربنا واسعه؟ ابويا هيموت؟ يبقى ما ينفعش كده. ابويا هيموت؟ ابويا هيموت؟ ابويا هيموت. بس يا حبيبي ان شاء الله ربنا هيشفي، ان شاء الله ربنا هيشفي ان شاء الله. انا عملت كل حاجه مع الحاج وجسمه مش بيستجيب تمام، ودي حاجه مش بايدينا. مفيش اي بصيص امل؟ لا طبعا ما نقدرش نقول كده، الاعمار بيد الله ومين عارف، مش يمكن المعجزه تحصل. هو قدامه قد ايه تقريبا؟ لا انا ما اقدرش اقول حاجه زي دي. ايوه يعني عاوز اعرف خلال قد ايه؟ والله الحاله اللي قدامي بتقول ان قدامه اسبوع بالكتير. يا رب تشوفها من عندك. استاذ سيف قورة؟ ايوه انا، مين حضرتك؟ ممكن تمدي لي هنا؟ امدي لك على ايه؟ شوف بتاعت حضرتك الاول. ايه الحكايه؟ قول لحضرتك حالي. اتفضل امدي لي بس هنا. استاذ هادير رفع على حضرتك قضيه خلع. خلع؟ خلع يا هادير؟ عايز اشوفك ضروري. ايه في ايه؟ بص انجي انا مش هقدر اكمل بالطريقه دي، خلاص الموضوع ما عادش نافع، ومش عايز اسمع منك كلام تاني في الموضوع ده. الهانم رفع قضيه خلع. انت ممكن تهدى بس؟ اهدى ايه؟ بقول لك قضيه خلع، تقول اهدى. انت ممكن ما تعملش اي حاجه لغايه ما تعدي عليا ونتكلم؟ ماشي انجي، ماشي ماشي. انت في اليوم الكام؟ يوم ايه وزفت ايه؟ بقول لك قضيه خلع، تقول في اليوم الكام؟ سادس سابع مش فاكر. لا لازم تبقى فاكر. مش فاكر يا انجي، مش فاكر. طب عدي عليا بس، لازم نتكلم ضروري. ماشي عدي عليكي. سلام.
خالد ايه؟ طمني. لا انت ولا هي طلعتوا تنفعوا. يعني ايه؟ التحاليل طلعت مش متوافقه معايا هديل، لازم حد تاني. يا نهار اسود، ده لازم حد تاني وبسرعه. طبعا طبعا ما تقلقيش، انت روحتي المستشفى؟ ما قدرتش اشوفه وهو بيتألم، مشيت سبت مع زينب وقلت لها تبقى تطمني عليه بالتليفون، بس احنا لازم نلاقي حد وبسرعه. ما تقلقيش انا هتصرف الموضوع ده، انا حطيت اعلان على الانترنت وهكلم كذا دكتور اعرفه يمكن يقولوا لنا هنعمل ايه. نعمل ايه في ايه دي؟ احنا لازم نلاقي متبرع وبسرعه. كنت عارفه انك مش هتيجي، تليفونك مقفول كمان، انت ساكت ليه ما بتتكلمش؟ على فكرة تمام، خليك بقى ساكت عشان أنا بقى عايزة أتكلم. على فكرة مش متفاجئة خالص من اللي حصل، أنا كنت متوقعة كل ده، أنا متفاجئة منك أنت بقى. إيه بقى اللي متفاجئة مني ومتوقعة؟ كنت متوقعة إيه؟ أنت متخيل يعني إن أنت تتغير فهو ده يوصل لها على طول كده؟ أنت متضايق منها ليه يا متفا؟ متضايق منها ليه؟ أنت شايف إنها ما عملتش حاجة تضايق؟ أنا كل حاجة بعملها لها بتحسسني إن أنا ما عملتش ولا حاجة. عنيدة، بتتصيد لي الأخطاء، نكدية. أنا اليومين اللي فاتوا عملت كل حاجة عشان أرضيها. وديت لها العربية الصيانة، اشتريت لها كل طلباتها، حضرت لها فطار، اشتريت لها ورد. عملت كل حاجة عشان علاقتنا تفضل مع بعض. بس الظاهر مفيش فايدة خلاص. أنا حاسبها يا إنجي. انت ما بتحبش هديل. انا انت مستخسر ان انت اتغيرت عشانها، انت مش عارف يعني ايه حب لغايه دلوقتي. يا انجي انت اكتر واحده عارفه انا بحب هديل قد ايه. لا انت ما بتحبهاش، انت بتحبها عشان هي حبتك مش عشان انت بتحبها. طب ولما رفضت ان انا اخونها وما رضيتش اتجوز عليها هي كانت معايا مثلا؟ لا ولا عملت ده عشان بحبها؟ لا مش عايز تخسرها. ما انا مش عايز اخسرها عشان بحبها. لا اتعودت عليها، محتاج لها اي حاجه. انجي هو انت جاي النهارده عشان تثبتي ان انا ما بحبش هديل وخلاص؟ ما بتحبهاش. بص انجي انا مش عايز اتكلم في الموضوع، ومش عايز كتابك، ومش عايز اقعد مع حد اساسا. انا ماشي والله ماشي، بس قبل ما امشي انا عايز اديك درس صغير قوي في الحب. عايز اديك درس وافكرك هديل عملت ايه عشانك عشان تقولك انها بتحبك في كل تصرف عملته. هديل لما سلمتك نفسها قبل الجواز وثقت فيك كانت متخيله ان ده حب، طبعا زي الزفت، بس هي حبتك. لما حبيتك قعدتك في الشقة مع أبوها عشان تضغطش عليك في الفلوس. لما حبيتك استحملت إنها كل يوم تشوفك إنك بتتفرج على القرف اللي زي الزفت ده وتقولك إن ده بيجرحها وبرضه تفضل تتفرج. لما حبيتك استحملت إنها وهي نازلة معاك كل يوم تحسسها إنها مش مالية عينك، تبص على أي كلبة معدية. حتى لما تقربت لربنا برضه شاركتك في ده، اتحجبت عشانك. وإنت ترجمت التدين ده بإنك تروح تتجوز عليها أي واحدة. غير أنانيتك وسلبيتك وكل القرف اللي انت عملته. انا كنت مش قادرة أصدق. هديل كل حاجة عملتها فعلا كانت بتقولك انها بتحبك، بس انت ولا حاجة. ولا عملت كل ده ليه؟ مش من قرفها؟ قرفها ايه؟ قرفها في السرير يعني؟ كل حاجة عندك جنس؟ يا انجي ما تهيفيش الموضوع، الموضوع ده بالنسبة لي مهم. على فكرة لو كان مهم كنت تعالجه، كان في ايدك انك تعالجه. مش معقول يا سيف عايز كل حاجة على الجاهز؟ طب هقول لك حاجة، هي تمام، هي غلطانة في حاجة واحدة، لكن أنت غلطان في كل حاجة. سيف، لسه الشهر قدامك، مخلصش. وبعدين أنا عايزة أقول لك حاجة، أنت في إيدك إن أنت تبني بيتك وتكبره، وفي إيدك إنك تهده كمان. فكر كويس، قرار يرجع لك. Thank you.
تفتكري حسين هيجي تاني؟ معرفش. ولا انا معرفش، بس اللي اعرفه انه الولد ده ما كانش جاي يتعالج وبس. جاي يتعالج ويعالجك معاه. تعبتك معايا يا بنتي. هي الأدوية هتخليك تقول كلام مش مظبوط ولا إيه؟ أنت زي أبويا، في حد يقول لبنته كده؟ ربنا يخليك ليا يا بنتي. يخليك ليا وتقوم بالسلامة إن شاء الله. وتفتكري يا بنتي هنلاقي حد يتبرع؟ يتبرع إيه بس يا بابا؟ دول بياخدوا فلوس وفلوس كتير كمان. مش مهم كام، المهم إن إحنا هنلاقي اللي هيتبرع. ما الأستاذ سيف كان هنا وفي كلامه قال لي ان العمليه سهله. سيف؟ ما هو جه وانا قلت له ان هو في المستشفى. الو؟ ايوه سيف. سيف بتاع مش بتاعك انت. مش هتطلعي بره الاوضه دلوقتي حالا. ليه؟ مش هتطلعي بره. ليه؟ مين اللي قال لي سيف؟ انا سيف فيهم؟ بتستعبطي حضرتك قدامه ممكن يفطس مننا حالا. ما هو جه الجلبي وانا وعرف ان بابا في المستشفى والبيت. ماشي. الو، صباح الخير. صباح النور يا ايه. انت فين؟ انا في الشارع، يوم غريب من اوله. صحيت من النوم لقيت النور قاطع والميه قاطعه. نزلت اتخانقت مع جاري كان قافل على عربيتي، ورحت البنك لقيت السيستم واقع. اول ما خرجت البنك لقيت العربيه عطلانه. هو يوم من ايه. طب انا بتصل بيك عشان اقول لك على حاجه واحده. قولي، ما ناقصاكي كملي عليا. هو يوم غريب من اوله. هقول لك على حاجه واحده بس وهقفل. قولي يا ايه. سامعي فتحي، انا بحبك. لحظه بس ايه، عشان انا يمكن ما سمعتش او ما خدتش بالي. انت قلتي انا بحبك يا فتحي صح؟ انا قلتها مره واحده ومش هقولها تاني. ايوه صح. بصي، هو يوم غريب بس حلو. يعني في ايه يعني لما النور يقطع ولا الميه تقطع؟ ما لازم تقطع. البنك يبقى سيستم واقع لازم يقع برضه، عربية تعطل لازم تريح شوية، ولا ايه؟ بقول لك يا ايه، انا بحبك قوي والله العظيم. بحبك يا ايه، بحبك قوي يا ايه، بحبك قوي جدا خالص يا ابني. الناس هتفتكرك مجنون. بيفتكروني مجنون؟ هو العيل خد ايه يعني؟ انا مجنون بيك يا ايه، بحبك يا ايه. طب يلا باي.
ما جاش برضو؟ أنا ما أعتقدش إنه هيجي تاني بعد الكلام اللي قاله ده. هتفكر مرتين. أنا واثقة إنه هيجي. لو ما كانش النهاردة يبقى بكرة أو بعده. الموضوع تحول معاه لحاجة أكبر. هيجي يا بابا. سبع الخير يا فندم. في عندنا حضرتك مقوى؟ لا شكرا. صباح الخير. صباح النور. أنا واثق فيك بس مرات بخاف عليك. وحشين بعض قوي. أنا ممكن أجيلكوا تاني يعني إذنكم. استنى. أنت جيت ليه يا حسين؟ لو مش عايزاني أجي أمشي. رد على قد السؤال. أنت جيت ليه؟ مفيش. حسيت إن أنا لسه عندي فرصة إن أنا أعوض اللي فات. يعني حتى لو الظروف زمان ما كانتش مسامحة أكيد أنا اتعلمت حاجة وإن شاء الله هتعلم حاجة تانية. ها عندك استعداد تعلميني ولا أمشي؟
أبويا مين؟ أبوك مين؟ أبو تحليل محمد؟ أبويا راح يعمل شوية تحاليل، ما عمل عملية من ثلاث أيام. مين ده اللي عمل عملية؟ أبويا. أنت عبيطة يا بت؟ إيه؟ وما تقوليليش، أنت مجنونة. ما هقول لك أنا أصلاً هو فين دلوقتي؟ هو راح يعمل شوية تحاليل وفحوصات وكده يعني. وأنت ليه ما قلتليش أنت؟ مين اللي اتبرع له ده؟ ما هو ما رضيش ياخد فلوس. مين ده؟ الراجل اللي اتبرع له بال انا بقول لك مين هو اسمه ايه؟ انا ما قلتلكيش انت دفعتي له ولا انت اسمه حسين، اسمه حسين. وبعدين؟ ما لما يعني هو جه بعد ما بتبرع له جينا قعدنا نتحل عليه ياخد فلوس، ما رضيش ياخد فلوس. راجل طيب. فين طيب عشان اشكر الراجل عيب؟ لا ما اسمه استاذ حسين؟ الراجل بقى مشي بقى يعني بعد ما اتبرع له خلاص مشي. مشي منين؟ برا المستشفى يعني مشي. انت ابوك فين دلوقتي؟ ابوك مشي؟ لا بابا راح يعمل شويه تحاليل. والاستاذ حسين؟ بعد ما اتبرع له خلاص. انا عايزه اروح اعتذر له ولا اشكره ولا اعمل له حاجه. لا يعني هو خلاص الراجل مشي، مفيش داعي تشكريه، هو احنا كلنا شكرناه كلنا. وابوك فين؟ بابا راح يعمل شويه تحاليل. خديني ليه؟ طب ماشي. خديني ليه؟ مساء الخير. مساء الخير حسين. اتفضل انت. اروح اتوضى عشان اصلي. ممكن اتوضى واصلي معاك؟ يعني لو في مصليه زياده. لا في تعال. انت ازاي يا بنتي ما تقوليش حاجه زي كده؟ انا كنت حاساكي مشغوله. ثانيا انا مبسوطه جدا. طب حلو. لا مش حلو. علشان انا رافضه لغايه دلوقتي عريسين، وماما ابتدت تحس اني في علاقه بجد. خلاص قولي لهم. انتي بتهرجي يا ساره مش كده؟ طيب هعدي عليا بالليل ونتكلم. خلاص انا هعدي عليكي بالليل. باي. اوكي باي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Thank you.
عم محمد عمل العمليه من 3 ايام تخيل. بجد؟ طب الحمد لله. الظاهر ان الاعلان اللي انت عملته على الانترنت جاب نتيجه. مش قلت لك؟ قلت لي ايه؟ انت ازاي ما عرفتش الاول؟ ما انا حاضر نمرة زينب في الاعلان. اه اوكي خالد، مش عارفه اقول لك ايه. متشكره، ربنا يخليك لي. ويخليكي ليا كمان. طب قول لي بقى هتعمل ايه النهارده؟ ابدا، انا عندي ميعاد شغل كده هخلصه واكلمك على طول. خلاص اوكي. ميرسي يا خالد. العفو. باي. باي. انا كنت عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انا باين عليا ان انا متغيره؟ شعرك؟ ما تستهبلش. امال ايه؟ مش عارفه. حسن نظرة الناس ليا اليومين دول كده مش فاهماها شوية؟ نظرة الناس. طب جان، أنا مش حابب الوضع اللي احنا فيه ده. وضع ايه؟ يعني أفهمي، لما بيكون في اتنين مثلا عايزين يفتحوا شركة أو عايزين يعملوا مشروع، جان عايز أتجوزك. وأنا كمان عايز أتجوزك. بجد؟ اه بجد. تمام. بص يا مصطفى، انا بس محتاجه اني افكر. تفكري في ايه جان؟ انت كل مره بتقولي هفكر وهنام بس مش اي حاجه بتحصل. انا مصطفى محتاجه افكر بجد. انا عايزه الاقي حل. حل؟ اه حل. اوكي. سو انت هتعملي دلوقتي؟ هروح البيت وبعدين هروح لصاحباتي. تمام، انا هخش اجيب الحاجه واروح. ماشي، اكلمك. وانت في اليوم الكام كده؟ انا في اليوم 25 يا معلم. اه، المطلوب منك بقى تعمل ايه؟ اني اذاكرها. اه، اذاكرها ازاي بقى؟ ده موال كبير. اسمع يا سيدي وحاول تفهم. سمعني يا باشا. شوف كل، بص بقى الكتاب بيقول ايه. عندما يحاول رجل ربح قلب امرأة يجب عليه مذاكرتها، يتعلم ماذا تحب وما لا تحب، عادتها، هويتها. وبعد أن يربح قلبها ويتزوجها دائما ما يتوقف عن دراستها، ولو كانت كمية التي ذاكرها قبل الزواج مساوية للتعليم العالي. يجب أن يستمر في التعليم علشان يأخذ الدكتوراه. إنها رحلة طول الحياة لتجذب قلبها دائما. يا سلام. فهمت حاجة؟ لا. بس واضح ان البت انجي دي مش سهله على فكره. وانت بقى امبارح عملت ايه؟ انا امبارح كنت بصلي وبدعي لها، كنت مركز معاها قوي في الدعاء. انت بتصلي؟ ايوه. الله اكبر. ايوه يلا. طب واول امبارح بقى عملت ايه؟ اول امبارح ده كان مشكله. ليه؟ كان المفروض اكتب كل مميزاتها وعيوبها واشوف ايه العيوب اللي انا ممكن اصلحها من بعيد لبعيد كده. بس انت كده بقى مش مطلوب منك في الكتاب تشوفها كل يوم، صح؟ لا مش شرط، يعني ممكن في حاجات ان انا اعالجها لوحدي من بعيد لبعيد. طب وانت تفتكر ان انت كده ممكن ترجعها؟ وليه لا؟ وخصوصا ان انا بحب هديل جدا وهي كمان بتحبني. اه، انت مش شايف ان انت في عندك ثقة مفرطة؟ والله انا حاسس بكده بصراحة. الموضوع لازم يجي من جواك يا محسن. وبعدين انا اليومين اللي فاتوا دول يعني عدت تفكيري في حاجات كتير كنتش بفكر فيها زمان. بص يا باشا بقى، انت بعد ما تخلص الكتاب بتاعك دوت انا هاخده اطبقه على نفسي. ليه يا ابني؟ ما انت مع مراتك كويس، محتاجه في ايه؟ لا يا سيدي، احنا رجعنا نتخانق تاني. الله الله، ليه كده؟ فاكر لما زمان كنت بقول لك انا بطلت اعمل اللي انا بحبه وبعمل اللي هي بتحبه؟ اه قلت لي. طلع اللي هي بتحبه بقى ده حاجه تقرف.
اه والله تخليك عايز تخرج من البيت ما ترجعش تاني ابدا. يا سلام. ايه يعني كانت بتعمل ايه؟ حاجات عجيبه قوي. عارف انت المسلسلات التركي اللي هي 300 حلقه و400 حلقه دي؟ تقعد تتفرج بقى على المسلسل التركي والمطلوب منك ان انت تتفرج معاها، ويا سلام لو تكون ناسي حاجه من اللي فات تحكي لها بقى اللي فات واللي جاي. يا راجل ده بقت بتتكلم مع العيال في البيت سوري. دي كلها حاجات بسيطه، حاجات تافهه، كبر دماغك. انا خايف اكبر دماغي اكتر من كده، ما اعرفش البس التيشيرت. اه والله. خد 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 يا عم. لا ما خلاص، ما انت عارف انا بطلت. بطلت وانت بطل فرك واشرب. ما انت لفيت 100 واحده. دي نعمه واللي يكرهها يعمى. خراب يا اخويا. اه والله خرابي. اوكي خلاص اتفقنا يا يسرا. باي. حسين عندك ميتنج بكره مع كلاينت في الايجنسي. ايه مالك سكتت كده ليه؟ مش شايفين ان لسه شويه؟ لا خالص، انت تقدر تنزل الشغل ونشوف ساعتها ايه اللي هيحصل. يسرا هتقابلك في المكتب الساعه 9 وهتفهمك على كل حاجه قبل الميتنج. يا ريت تقدر تروح بقى دلوقتي عشان تلحق تنام بدري. تحب اصحيك؟ لا لا ما تقلقش انا هصحى لوحدي. يلا انا اسمكم. حسين يا ريت ما تشربش النهارده ما تروح. ساره انا بقالي اسبوع مبطل. ما تنساش تكلمني بكره عشان تطمني. ادعي لي انا اذنكم. ايوه يا فتحي، يعني كان لازم تنسى البطاقه بتاعتك. طب اعمل ايه؟ مش انا وزين هربنا يوميها. عموما خلاص انا جبتها لك وهديها لك بكره في القناه. طيب وبطاقه زين معايا يا ابني. طب والنبي يا ايه اتاكد ان هي بطاقتي، لا يكون ادوكي بطاقه تانية. يا ابني بطاقتك. ايه ايه في ايه؟ لا مفيش. طيب ما تيجي نتقابل النهارده؟ لا مش هينفع، انا بنتقابل بكره في القناه. طب انت رايحه فين دلوقتي؟ مروحه يا فتحي. طيب مش هكلمك، انا اطمن عليك. خدي بالك من نفسك، بحبك قوي. باي فتحي. خالد مش كده؟ مين سيادتك؟ سيف. سيف مين؟ سيف جوز هديل. اهلا وسهلا. بص يا خالد، انا جاي اقول لك كلمتين. انا بحب هديل ومش ناوي اسيبها مهما حصل، فلو سمحت ابعد عنها. انت عارف الاول ان قضيه الخلع رفعها عليك هديل كمان كام يوم ولا لا؟ عارف. انت عارف انا اعرف هديل من امتى؟ من وهي بنت 16 سنه. يعني علاقتي بهديل مش علاقه راجل بمراته، علاقه حبيب بحبيبته. سيف انا بتهيالي الكلام ده انت المفروض تقوله لهديل مش ليا. ولا انت شايف ايه؟ انت شكلك ما فهمتش انا جاي اقول ايه. اقول لك تاني، انا مش هسيب هديل، والبيت اللي بنيته انا وهديل مش هسمح انه يتهد أو يتدمر. وممكن أعمل أي حاجة، أي حاجة، ومش هسمح لأي حد ياخدها مني. أظن كده كلامي واضح والرسالة وصلت. استأذن بقى يا حاج، مش عايزه حاجه؟ سلامتك يا ابني كتر خيرك. وان شاء الله بكره هيبقى احسن. تفتكر
ده كل يوم يفوق شوية ويقعد يخطرف بالكلام وبعد كده يروح فيها تاني. بصراحة أنا ابتديت أدعي له بالرحمة. ليه كده بس؟ ليه كده إيه؟ يا بنتي أنا مش قادرة أشوفه بيتألم بالشكل ده، عشان كده أنا بدعي له بالرحمة. فتتمني له الموت وهو عايش. إيه يا هبة ده؟ أنا أتمنى له الموت؟ أنا بطلب من ربنا إنه يرحمه. ايه ده يا ست البنات، ما ينفعش كده. كفاياك تمثيله قرف. ست البنات ايه؟ انت عايز مننا ايه؟ ايه يا هبه ده؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ هو عارف انا بتكلم عن ايه وبيستعبط. وانا مش هرد دلوقتي. لا دلوقتي. صباح على خير. ايه يا هبه؟ فرق 8 سنين؟ أنا كنت فاكرة الفرق سنة سنتين، لكن 8 سنين ده كتير. عارفة الفرق كبير قوي. وانت ما كنتيش تعرفي ده؟ لا كنت عارفة ان انا اكبر منه، بس ما كنتش متخيل الفرق ده. اتأكدت لما شفت البطاقة. ايه انت بتحبيه؟ أول مرة أحس إن في حد بيحسسني بنصتي، بيعرف يتعامل معايا، مرتاح معايا. أنا أصلاً ما حسيتش بفارق السن اللي ما بيني. زي ما بيقولوا كده إنه أكبر من سني. ايوه بس انتي لازم تعرفي ان الموضوع مش موضوع انه اكبر من سنه، الموضوع فيزيكال بحت. انتي اكيد مدركه ان انتي هتعجزي قبله. لما انتي يبقى عندك 50 سنه مثلا هو هيبقى عنده 42. لما البيري تقطع عندك هيبان عليكي السن هو لا. حبيبتي في ستات كتير ما بيفرقش معاها الموضوع ده، ممكن يكونوا بيحبوا كمان الرجال الاصغر منهم. بس هل انت من النوع ده ولا لا؟ هل ممكن تستوعبي ده ولا لا؟ مش عارفه، مش عارفه. الموضوع محتاج تفكير، محتاج تفكير كتير. مش عارفه ليه حظي كده، كل اختياراتي غلط. حتى جوازتي الأولانية مش عارفة في ايه. ثانية واحدة بقى، ارجعي كده بالكلام. انت اتجوزتي قبل كده؟ ايوه. ازاي ما قلتليش حاجة زي دي؟ هقولك ايه بس، حاجة نفسي انساها. اتجوزت يوم واحد بس وطلقت. يا بنت اللذينة، ده انت طلعتي صايعة. وانا اقول برضو ما ينفعش واحدة ما تكونش عارفة رجالة تبقى عارفة كل الحاجات اللي انت بتقوليها دي. ده انت طلعتي مصيبة. انا مصيبة بلا نيلة. لا لازم تحكي لي كل التفاصيل. احكي لك ايه بس يا سارة؟ احكي لك بعدين كل حاجة. خليني بس في المصيبة اللي انا فيها، اللي مش عارفة اخد فيها قرار. ولا مصيبة ولا حاجة. الموضوع كله في ايدك انت، يا اما انت قده او مش قده. صح. انا لازم امشي، معلش مودي مش حلو النهارده، محتاجه اقعد مع نفسي شويه. لا 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 خليكي، البنات زمانهم جايين. مش هقدر، معلش يا سارة. اقعدي غيري جو. هم جم. ازيكم يا بنات؟ اهلا. ايه هديل مالك فيه؟ ايه البت دي بتخرف. صدقي بجد انا استاهل ضرب الجزم ان انا بتكلم معاكي. ايوه فعلا صح. طيب ممكن تفهمونا بقى في ايه؟ معلش يا ايه، تعالي وصليني انا عايز امشي بجد. ايه الهبل ده؟ مش احنا اتفقنا النهارده ان احنا نقعد مع بعض ونتكلم؟ معلش يا ساره انا مش قادره اتكلم، انا عايز امشي بجد. ما تحكي له ولا مكسوفه. مكسوفه من ايه يا هديل؟ ايه اللي هيكسفني؟ وبعدين انت مالك ومال الموضوع ده؟ متضايقه ليه كده؟ طيب خلصتوا كلام؟
ممكن نفهم بقى حاجه؟ حد يفهمنا حاجه يعني؟ البنت دي بتحب واحد مسلم وعايزه تتجوزه وتسافر معاه. انت بتتكلمي نيابه عني؟ اه قرارات نيابه عني. اولا انا ما قلتش كده، انا ما قلتش حاجه زي كده. انت ايه اللي مزعلك؟ انت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ صحيح ممكن تقولي لي ابوها وامها هيجرى لهم ايه لما يعرفوا مصيبه زي دي؟ يا بنتي الموضوع ده عندهم خراب بيوت، انتوا مش فاهمين. صحيح يا جان قوليلي، انت فعلا يعني ناويه تسيبي دينك ولا تكملي على دينك؟ انا مش فاهمه يعني، فاهمين انا ناويه تعملي ايه؟ ايه العبط ده؟ اسيب ديني انت كمان؟ لا طبعا، مفيش بني ادم عنده ايمان بعقيدته يسيب دينه علشان حد. تبقى انسان ما عندوش مخ. والنبي انا ما دخلتش في موضوع اديان، وبلاش تدخلوني في الحاجات الخطر دي. انا بتكلم في حاجه واحده، ابوكي وامك هيحصل لهم ايه لما يعرفوا حاجه زي دي؟ وبعدين انتوا مش عندكم في الكنيسه حرام؟ يا بنت قولي لهم ولا عامله لي فيها نسره. انت هتخافي على ابوها وامها اكتر منها يا هديل؟ اه ممكن. يا بنتي انا كان عندنا واحد اسمه انكل مؤنس، ده كان صاحب ابويا الانتيم، مات طب ساكت بسبب بنته، راحت حبت واحد مسلم واسلمت وسافرت معاه، الراجل مات. انت مستعده ان ابوكي وامك يموتوا؟ ما تخرسي شويه بقى. خرس اخرسي بجد. ماشي. دي بني ادمه مريضه على فكره، شايفه كل حاجه في الدنيا غلط علشان هي اصلا غلط. الهانم بتعرف راحت على جوزها، ده صح ولا غلط؟ ايه الجنان اللي انت فيه ده؟ انا ما اعرفش حد. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش كدابه، انا شفتك انت وهو كنتوا ماشيين في الشارع مع بعض وماسكه ايديه وشايفه حضنها في الشارع. انت قليله الادب، وعيب لما تتهمي حد وانت مش فاهمه حاجه. هديل كفايه كده، مش معقول. كفايه انت مش سامعه بتقول ايه؟ كفايه اللي انتوا طول النهار تعملوه بعد ده. انا مش طايقه ولا كلمه منك ولا منها. اقعدي بقى اسمعي لها وليسي لها ولخبصوا في بعض، كاتك القرف عليكي وعليها. خلاص بقى يا جان، ممكن بقى ما تزعليش. انت عارفه هديل والله بتحبك وبتخاف عليك، بس هي طول عمرها كلامها زي الدبش. ايه الجديد؟ انا تعبانه اتلخبطه، بحب مش عارف مش عارف كده. فهم بقى من اول ما جيتيش وحكيتي معايا. لا انت عارفه ان احنا اصحابك وكل حاجه نعرفها عن بعض. انا مخنوقه مخنوقه. بس خلاص بقى، ايه سيبيها براحتها. بابا انت كويس؟ تعبان شوية. بابا انت صحيت؟ ايه انتوا كنتوا سايبيني نايم ليه؟ حبيبي انت صحيت بجد؟ حبيبي يا بابا. حبيبي انت صحيت بجد؟ كفاية كفاية. انا نمت كتير.
جعان جعان يا هبه وعطشان. هاتيلي ميه يا حبيبتي. هجيب لك كل حاجه، هجيب لك كل حاجه. يا امك فين؟ ها؟ امك فين يا حبيبتي؟ طب انت حاسس بحاجه تعباك؟ لا لا يا دكتور، بس حاسس ان انا جعان، جعان قوي. طب فقت ازاي يا دكتور؟ انت مش لسه كاشف عليا؟ ايوه كشفت عليك، بس بصراحه مش فاهم. عموما انا محتاج اشوف نتيجه المسح الزر الاول، علشان بصراحه انا مستغرب. ليه استاذة هبة؟ حضرتك آخر حد ممكن يسأل السؤال ده. أنت عارفة كويس الحالة اللي كان واصل ليها والدك. اللي حصل ده ملوش أي مبرر علمي إنك تفوق من الغيبوبة. ملوش غير اسم واحد بس، دي معجزة. معجزة؟ يا حاج يا حاج ألف مبروك يا حاج، أنت شفيت يا حاج. يا ولية هتفعصيني. بس استنى، تعرف يا دكتور الحاج قبل ما يعيا خالص كان كل ما يقول لي انا عطشان اسقي مريض زمزم، وكنت ادعي ربنا اقول له انت الشافي المعافي. هو في حاجه كبيره على ربنا؟ لا طبعا يا حاجه، ما فيش حاجه كبيره على ربنا. انا اشكرك يا ابني، تعبتك معايا يا دكتور. خالص يا حاج، خليني بس اتاكد من نتيجه التحاليل وارد عليك. يلا سلام عليكم. السلامه يا دكتور. اتاكد يا حبيبي اتاكد. كنت متاكده انك مش هتسيبني. الحمد لله يا حبيبتي. أسيبك إزاي؟ ده أنا أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأسيب حتى أمك. كده يا حاج؟ طب والعكاوي؟ يا حاج كل الناس كانت بتدعي لك بالشفاء. الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا حاج. يا ابني استنى اصطبر، هاتي لما نعمل الأشعة ونشوف النتيجة إيه. ما تصطبروا يا جماعة. لا إن شاء الله هتبقى زي الفل. إن شاء الله. كفاية بس إن أنت إن إحنا شايفينك وأنت كده. ابوك جاي امتى؟ اروح اجيبه النهارده بالليل من المطار ان شاء الله. عارفه يا هبه يا بنتي، انا ربنا انقذني الحمد لله عشان اشوفك، اشوف بنت عروسه. وتشيل عيالها كمان يا حاج. انت اللي هتشيليهم يا اختي. هتفعصيني يا وليه. ايه سلامتك يا حاج، سلامتك. اللهم لك الحمد يا رب. آية هديل. أي والله عليكي، ازيك يا آية؟ أنا مش عايزاكي تكوني زعلانة مني أنت أو سارة. ونزعل منك ليه؟ يعني عشان اتعصبت عليكوا شوية امبارح. يعدتك ولا هتشتريه؟ وبعدين المفروض تزعل منك هي جان مش إحنا. جان دي عايزة تاكل بالجزمة. ليه يعني؟ ده في الموقف اللي هي فيه كنت فاكره ان انت اكتر واحده هتنبسطي لها. يعني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني عشان هتاخد واحد مسلم وممكن تسلم. يا بنتي يا هبله، دي هتسلم علشان بتحب مش عشان مقتنعه. وبعدين طالما مش هتسلم بصحيح تزعل ابوها وامها منها ليه؟ ما ترجع لاهلها. ايه الغلاسه دي؟ وبعدين خلصوا كفاتسه مصر عشان تروح تحب لي واحد مسلم؟ انت عارفه ان انا كل شويه بكتشف فيكي حاجه جديده. ليه؟ يعني انك حقانية ودي حاجة بحترمها فيك. يا بنتي انا طول عمري كده، ده العادي بتاعي، بس انتوا مش واخدين بالكم. لا ما تقوليش كده. يعني ايه؟ طب بقولك ايه؟ انتي مال صوتك؟ مفيش، متضايقة شوية. يعني موضوع كده هبحكي لك عنه بعدين. اوعي بنتي تكوني بتحبي واحد مسيحي وعايزه تتجوزي انت كمان. لا يا ستي. بقول لك ايه، طب ممكن اقفل معاكي ثانيه ارد على الويتنج واكلمك؟ باي. اهلا، الحمد لله على السلامه يا راجل يا طيب. الله يسلمك، تعبتك معايا يا بنتي. ايه الكلام بقى الغلي ده يا عم محمد؟ مش هرد عليه، الظاهر ان العمليه اثرت على حاجه جوه هنا كده. انت ليه دفعتي؟ مش هرد عليك انت كمان. كتر خيرك يا بنتي. جرى ايه يا عم محمد؟ هو بقى فين بين الاهل الحاجات دي؟
يلا بينا، يلا عشان اوصلكم. قومي قومي باللي باقي منها. قومي جان حبيبتي، ممكن تاكلي؟ لا يا ساره انا مش قادره بجد. كلي بس عشان نعرف نقعد نتكلم مع بعض. لا انا بشرب قهوه عشان خاطري، عشان خاطري بليز. صدقيني يا ساره مش قادره. انتي مش رايحه شغل طبعا مش كده؟ لا اصلا نزلت بدري وقفلت تليفوناتي. انا مش عارفه اتكلم مع حد، مش عارفه اتكلم مع مصطفى. هتفضلي كده يعني؟ مش عارفه، مش عارفه. انا حاسه اني بتقطع، عماله اتقطع ما بين اهلي وما بين ديني وما بين حبي ليه. من اول مره احب، اول مره يا ساره بحب. انا مش عايزه اسيب، مش عايزه. خلاص تروحي تقعدي مع اهلك، تتكلمي معاهم وتشرحي لهم وجهه نظرك. صح، انت عندك حق. انا اروح لابويا واقول له عادي انا بحب واحد مسلم وعايزه اتجوزه. ايوه اعملي كده. مستحيل، انا مستحيل اعمل كده في ابويا، مستحيل. حبيبتي مش الموضوع ده غلط عندكم؟ مين اللي هيتحمل نتيجته، انتي ولا ابوك وامك؟ كلنا. لا انتي بس، مالهم ابوك وامك؟ انتي عارفه المشكله ايه بجد يا ساره؟ منظر ابويا وامي قدام الناس. انا ممكن ما ادخلش كنيستي تاني، فاهمه ليه؟ على فكره بقى انا ليا اصحاب عملوا كده، منهم اللي سافر بره ومنهم اللي عاش هنا على فكره. والبنت اللي عملت كده اكيد اهلها ما عرفوهاش تاني. ما اعرفش. انت عايزه تعملي ايه؟ يا ريتني اعرف. ما اعرفش. اوكي جان، لو انت شايفه ان مصطفى يستاهل بجد اتجوزي وسافره. لو مش هتقدري تعيشي هنا، لو مش هتقدري تعملي كده روحي قولي له انا مش هقدر اكمل، مش هقدر اعمل كده. القرار في ايدك انت، وبعدين ربنا هو اللي بيحاسب مش الناس ولا ابوك وامك. دلوقتي بتعيطي ليه؟ مش انت قلتي انك مش هتسيبي دينك؟ لا. طيب خلاص، فين المشكلة؟ المشكلة ان انا شكل علاقتي بمصطفى كأني سبت ديني بالظبط. جان انت ليه دخلتي في العلاقة دي من الأول بدل ما انت عارفة انك مش هتقدري تكملي؟ علشان دي حاجة مش بإيدي. أنا بحبه. مصطفى عرفني على نفسي، خلاني اشوف الدنيا بشكل تاني خالص. انا كنت وحشه قوي يا ساره، وحشه قوي. انا مش هقدر اسيب مصطفى، مش هقدر. انت لازم تكوني واضحه مع نفسك اكتر من كده، ما ينفعش تظلمي مصطفى معاكي. انا اظلم مصطفى؟ انا كل مشكلتي ان انا بفكر في مصطفى. انا اول مره في حياتي ما فكرش في نفسي. انا عايزه اتجوز. وانا مش عارفه اقول لك ايه. Thank you.
مساء الخير، اهلا بيكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حمزه. اصل انا عندي جدا طبعا انتم مستغربين الشكل. انا قلت لهم انا مش عاوز بلاتو تاني، والحقيقه بمر بوعكه صحيه خفيفه كده. اشكركم. فمش عاوز اعمل البرنامج في البلاتو، عاوز اعمله في البيت. وقلت لهم ايه رايكم نسميه بيت حمزه؟ قالوا لي لا، بلح. مش عارف يعني ايه بلح، انا بحب البلح جدا. والبلح دي يعني حاجه وحشه؟ اللغه الجديده. قلت لهم طب ايه؟ قالوا لي نفضل شنطه حمزه. قلت لهم لا، حمزه فاتس لا، فخليته حمزه من غير غرور. المهم في الموضوع حمزه. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن موضوع ان شاء الله يعجبكم. انا وقعت تحت ايدي دراسه غريبه شويه، هقول لكم وانتوا فكروا معايا. الدراسه دي معموله عن فكره نقل القلب من جسم لجسم، اللي هي عمليه زراعه القلب. وكانت بتتكلم عن شاب في امريكا من متسلق الجبال، مات في حادثه وكان موقع على وثيقه الموافقه على نقل قلبه لشخص محتاجه لو هو مات يعني. وكان فعلا في شاب في احدى المستشفيات قلبه تعبان جدا ومحتاج عمليه نقل قلب. طبعا عارفين البلاد دي كلها حاجات منظمه، واللي محتاج عمليه معينه لدور في قوائم التبرع. فتصادف ان هذا الشاب يتنقل له قلب متسلق الجبال ده، مع ان قلبه تعبان من زمان وعمره ما مارس أي رياضة. المهم اتعملت العملية ونجحت، وبعد سنة تقريبا الشاب اللي ما كانش بيمارس أي رياضة طول عمره ابتدت حاجة تشده للرياضة، ومش أي رياضة، تخيلوا، رياضة تسلق الجبال. وكمان إيه، بعد 5 سنين أصبح من أبطال تسلق الجبال زي صاحب القلب الأصلي. طبعا الظاهرة دي العلم وقف قدامها ولسه بيدرسها لغاية وقتنا هذا. سبحان الله، فعلا في الدنيا وفي أجسامنا وحياتنا أسرار مهما حاول البشر يفسرها بيعرفش أبدا، إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى سمح بده. أما اللي أنا استغربته، إن إحنا كمصريين أكتر ناس المفروض نفهم موضوع القلوب ده. تسألني وتقول لي ازاي؟ اقول لك احنا اكتر شعب عنده امثال شعبيه كلنا عارفينها من زمان بتتكلم عن القلب، وجمل مشهوره وحكم مصريه زي فلان قلبه اسود وما بينساش. مع ان النسيان بيجي من العقل، لكن دي حكمه. وربط كلمه القلب بحاجات كتير زي فلان قلبه ابيض، يعني راجل طيب وبيعفو عند المقدره، وقلب الام ورقته، وقلب الأسد للشجاع، والقلب ما يريد، والقلب مجروح، والقلب حجر. أما أهم جملة وقفت عندها هي ربك رب قلوب. طيب بسمتكم إحنا واخدين بالنا من قلوبنا، إحنا بس اللي بنخاف عليه شكلنا قدام الناس. لكن لو كل واحد فهم إنه هيتحاسب على قلبه أكيد حالنا مش هيكون كده. لو أدركنا كلنا إن قلوبنا أهم حاجة فينا هنرتاح. إلا من أتى ربه بقلب سليم. سليم. بس خلوني أرجع تاني لموضوع نقل القلوب ده. تعالوا نسرح ونتخيل كده، وأنا بقول نتخيل عشان ما يطلعش واحد متخلف يقول إيه اللي بقوله ده. إيه رأيكم لو الدراسة بتاعت نقل القلوب دي ثبت صحتها؟ هل ممكن تكون هي الحل لكل مشاكلنا في مصر؟ قولوا لي ازاي؟ اقول لكم. يعني احنا عندنا رموز في كل المجالات عاشوا وماتوا ومش هيتكرروا تاني للاسف. فلو كنا خدنا وقتها قلوبهم وزرعناها في ناس عايشه وسطينا وعاديه جدا، مش كان ممكن حالنا يتغير؟ يتعدل؟ يعني مثلا قائد ضعيف لو نقلنا له قلب السادات، يا سلام. لو مطربة صوتها جميل بس شخصيتها ضعيفة،
نقلنا لها قلب أم كلثوم. لو شيخ مدعي نشيل قلبه ونحط قلب الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. مش ده حل قلوبنا بذمتكم طالما مش قادرين نغير من تصرفات قلوبنا؟ قعدت أفكر كتير وأقول ليه ما فيش حد فينا بيتمنى إن يتنيل له قلب حد مثلا من الصحابة؟ علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ما كانش حد فينا يتمنى. أنا شخصياً واعتبروها أنانية، اعتبروها زي ما تعتبروها، أنا كنت أتمنى إن يتنقل لي قلب أمي رحمة الله عليها. كانت أمية بس كانت عبقرية. المتشكر، تصبحوا على خير. منصور بيه، عايز أعرف الفيدباك عن الشغل اللي وصل لكم مننا، وأحب أعرفك على الأستاذ حسين الكرياتيف دايركتور في الوكالة بتاعتنا. هو بس كان واخد أجازة، لكن هو مطلع على كل حاجة وصلت للشركة بتاعتكم. الحقيقة أنا مستاء جدا من الشغل اللي اتبعت. ليه بس كده يا فندم؟ لأن في الاجتماع الأولاني اللي احنا كنا قاعدين مع بعض اتفقنا على دايركشن معين في الحاجات اللي احنا محتاجينها. الحقيقة اللي اتبعت عكس كده خالص وعكس اللي اتفقنا عليه. أنا محتاج السلوجن القديم عشان خاطر أفكر الناس بيا. أنا بقالي يا جماعة 10 سنين، 10 سنين ما عملتش إعلان. ما هو يا فندم يعني إحنا ما اتفقناش على كده يا فندم، يعني إيه المبرر إنه الشاي اتغير وشكله واسمه اتغير؟ ليه نرجع نعمل حاجة الناس نسيتها أوريدي؟ لأني أنا عايز كده وقلت الكلام ده قبل كده. أيوة يا فندم، بس إحنا قعدنا وما اتفقناش على كده. مدام يسرى، الحقيقة أنا الشغل ده عايزه يتغير، حتى كمان الإعلانات اللي اتصورت برضه هغيرها. أوكي يا فندم، بس أنتوا كده تتحملوا تكلفة التغيير. أنا مش هدفع فلوس تاني، وأنتم هتغيروا الشكل على حسابكم، مفيش حد من عندكم قال لي إنه موافق. أمال إحنا يا فندم أخدنا الأبروفل على إيه؟ أنا بعت الأبروفل على شكل الإعلان، أياً كان طريقته، لكن مفيش حد قال لي المحتوى، ودي بقى غلطتكم. يا فندم دي مش غلطتنا إحنا، بدليل إن كل الإيميلز اللي اتبعتت ما قالتش كده. وانا مش هدفع ثمن الاعلان ومش هتعامل معاكم بالاسلوب ده. اوكي يا فندم، يبقى احنا مضطرين نوصل العقد للشؤون القانونيه. توصلي العقد للشؤون القانونيه ما توصلهوش، ده شيء ما يخصنيش، انا مش هدفع مليم زياده، فاهمه؟ استاذن حضرتك، ممكن اقول وجهه نظري؟ انا مش عايز اسمع كلام. اذا كانت المديره بتاعتك بتقول الكلام ده، يبقى انت هتقول ايه؟ ها؟ الموضوع بايظ. وكاله اسم بس، وناس مالكوش دعوه باحترافيه الشغل. طيب انا هستاذن حضرتك انك بس دقيقه واحده ما تقاطعنيش، وانا هقول لحضرتك وجهه نظري. اتفضل. واضح ان في سوء تفاهم حصل ما بين اداره التسويق عند حضرتك واداره التسويق عندنا. لا انا ادارتي ما بتغلطش، انتوا اللي بتشتغلوا عك. انا استاذنت حضرتك انك ما تقاطعنيش. اتفضل. ايا كان مين اللي غلط فينا، دلوقتي احنا عايزين نحل. انا عندي فكره كويسه جدا، الفكره دي اولا ممكن تعجب حضرتك، ثانيا ما تخسرناش الفلوس اللي احنا دفعناها، ثالثا ما تخسرناش عميل مهم جدا زي حضرتك. الفكره ببساطه ان احنا هنشيل اول 5 ثواني من الاعلان ونعمل مكانهم جرافيكس، والجرافيكس ده هنكتب عليه السلوجن بتاع شركه حضرتك القديمه، وممكن برضو نطبق نفس النظام على الاوت دورز، وبكده نبقى ضربنا عصفورين بحجر، فكرنا الناس بالسلوجن بتاع حضرتك والشركه القديمه، وفي نفس الوقت خليناهم يشتروا المنتج الجديد. انت قلت لي اسمك ايه؟ حسين يا فندم. شوف يا حسين، انا عاده عمري ما برجع في قرار اخدته لاني ببقى دارسه كويس جدا، مش ممكن ارجع عنه الا اذا اقتنعت بشيء معين، وانت بصراحه اقنعتني ونفذ فكرتك، وكمان ابعت لي التكلفه بتاعه الجرافيكس. الجرافيكس وانا هدفع. لا يا فندم، الجرافيكس هيتعمل على حساب الشركه وهننفذه هنا. طيب يا حسين، انا كنت موقع معاكم حمله البرودكاست، ايه رايك لو ننفذ معاكم
الكلام اللي انت قلته في الاول دور فاكره؟ طبعا. تمام يا فندم، انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. ايه؟ الاعلانات اللي احنا عملناها حضرتك شفتها عك، وفي نفس الوقت انا شفتها كويسه، بس كانت ناقصه حاجات بسيطه جدا. بغض النظر عن اختلافنا في وجهات النظر، بس اعتقد ان ده نجاح مش عك، واحنا اتشرفنا جدا ان حضرتك اشتغلت معانا. الله يخليك. شكرا جدا. ميرسي جدا يا استاذ. كل الكلام اللي انت قلتيه ده يا ايه هعتبر نفسي ما سمعتوش، انه مش فارق معايا. فتحي، انت بعد وقت هتحس ان انا كبرت وعجزت. انت لسه شاب وصغير في السن. احسيه وتحسيه؟ تهرجي صح؟ لا طبعا ما بهرجش. انا ما ينفعش اتجوز واحد اصغر مني بثمان سنين. انت اللي بتقولي كده؟ مستغربك يا ايه. الرسول عليه الصلاة والسلام اتجوز ستنا خديجة وهو أصغر منها بكتير. متهيألي أنت عمرك ما كنت هتعرفي سني غير الصدفة اللي خلتك تشوفي البطاقة بتاعتي. وطول ما كنت بتعامل معاكي كان كل تصرفاتك أكبر من سني. بتحسبيها غلط. أنت بتتكلم في إيه؟ انت بعد فترة وبعد 10 سنين هتقول كلام غير كده. انا بتكلم فيزيكال يا فتحي، فهمني. فيزيكال ايه؟ ايه انا بحبك وانتي بتحبيني. ما تخليش وهم في دماغك واحاسيس انت مستنية ان انت تعيشي فيها تعمل ما بيننا كده وتفضل. طب ما احنا ممكن نتجوز واعمل حادثة واتشرب، وبعد 10 سنين هكون عاجز، مش هتستحمليني وهتزهقي مني، صح؟ اللي انت بتقوله ده ملوش دعوه باللي احنا فيه. ايه اللي احنا فيه؟ بتدوري على اي حاجه تنكد علينا وخلاص؟ انت ليه مش قادره تعرفي ان انت من ساعه ما دخلت حياتي وانا مبسوط؟ بس انا مش مبسوطه يا فتحي. الحل؟ أنا قلت اللي عندي. وأنا مش موافق يعني. فتحي، هو مش قرارك لوحدك عشان توافق وما توافقش. أيوة، أنت لو بتحبي بجد عمرك ما هتقولي الكلام ده. بس براحتك. أنا عشان بحب بقول الكلام ده. أنا لا عايز أضرك ولا أضر نفسي. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ مش قادرة اتكلم. هيا هيا. سيبيه يا جاني، سيبيه. بقالنا 3 ساعات عمالين بنلف وندور في حلقة مفرغة. انتي مش هتقدري تسيبي عليك، ومش هتقدري تفضلي عايشة بإحساسك بالذنب ان انتي بتغضبي ربنا من وجهة نظر دينك. طبعا خلاص سيبيه، قولي له خلاص. رغم طبعا ان انا بقولهولك ده عكس وجهة نظري تماما، بس انا عارفاكي. لا لا يا سارة، أنا مش هسيبه، مش هسيبه. أمال هتعملي إيه؟ نفضل مع بعض كده. أنا بحبه وهو بيحبني. مش لازم نتجوز، مش لازم. وده اسمه إيه ده بقى بالظبط إن شاء الله؟ ما هي ملهاش حل تاني، يعني هو إيه الحل؟ هبقى أنا كده رضيت أهلي ورضيت ديني وما سبتش مصطفى. جانا حبيبتي، انتي مش هتعرفي تمسكي العصايه من النص. اهلك هيشكوا فيكي، هيجيبوا لك ارسال وهترفضيهم، هيشكوا فيكي. ثانيا، مصطفى مش هيقبل انه يعيش بنص علاقه طول الوقت.
ثالثا انت كده بتحكي على ربنا، يعني هو دينك بيقول لك امشي معاه اه لكن تتجوزيه؟ لا انت بتهرجي. انت رايحه فين؟ همشي. طب اقعدي نتكلم. مش قادره. طب هتعملي ايه؟ مش عارفه. كلميني. الو. شكرا يا ساره بجد. حسين عمل ايه؟ حسين كويس. انا قلت لازم اقول لك وهبعت لك ايميل دلوقتي فيه كل تفاصيل اليوم زي ما انت طلبتي. طب تمام، بس من فضلك انا محتاجه اعرف كل حاجه لمده شهرين. طبعا ارغب تكتبه وهبعتهولك. انا بس كنت عايزه اقول لك شكرا. العفو. ازيك؟ ازيك؟ ايه مالك؟ مرتضى اتقبض عليه. ايه؟ لا حسين بجد مش قادر اصدق. بجد والله؟ بجد. يا رب الحمد لله يا رب. يا هم ونزاح. طب ازاي شفته فين؟ ايه؟ احكي لي. مسكوه في فيلا في مرسى علم كان مستخبي فيها ورحلوه على القاهره، وانا رحت شفته وتاكدت. شفته؟ شفته واتكلمت معاه. كلمت معاه قلت له ايه؟ قال لك ايه؟ ايه اللي حصل؟ قابلك ازاي؟ ما تقول يا حسام اتكلم. هيكون قال ايه يا انجي؟ عادي. ايه في ايه؟ مالك يا حسام؟ مفيش. لا لا بجد في ايه؟ عادي عادي. عادي عادي، ايوه في ايه يعني؟ مش معقول تبقى مش مبسوط لي يعني انا في القرف ده بقى. انجي. انت عارف واحد اسمه سيف؟ اعرف واحد اسمه سيف. وانت تعرفه منين؟ سيف ده كان بيبات عندك هنا صح؟ فهمت انا كده بقى. فهمت ايه؟ فهمت ان ده هو اللي مرتضى قاله لك. يعني الكلام ده حقيقي؟ علاقتك ايه بسيف ده؟ انت مالك علاقتي بيه ايه؟ انا ما اقصدش اللي انت فهمتيه. تقصد ولا ما تقصدش؟ انا قلت لك قبل كده ان احنا ما ينفعش علاقتنا تتخطى الصداقه اصلا، بس انا لو وصلت للانحطاط اللي انت فيه ده انا مش عايز الصداقه اصلا، يلا من هنا. يا انجي يلا يا صاحب لوحدي. ان شاء الله عاوز كده لما اشد حيلي نكتب كتابك يا هبة. كتاب ايه؟ كتابك. كتابك انت. هو اسمه ايه الواد ده؟ هاني. انت وهاني؟ بابا الواد ده مش مظبوط وبيمثل علينا. بيمثل علينا؟ بيمثل علينا ازاي يا حبيبتي؟ زي ما بقول لك، من كام يوم كنت رايحة أجيب نتيجة التحليل بتاعك وشفته قاعد مع بنات أجانب وبيتكلم إنجليش وفرنش ولابس لبس نظيف. يا بابا الواد ده مش مظبوط. مع بنات أجانب؟ وبيتكلم فرنش وإنجليزي؟ لا 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 لا، فعلا مش مظبوط. أنا اتخدعت في الولد ده. شفت؟ اتخدعت فيه. وبعدين بتقولي ايه على لبسه؟ ها؟ لابس لبس نظيف. احنا مالنا هما لبسه؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي يعني ايه يا حلوة؟ روحي انت كده بقى واسأليه. اتكلمي معاه. اتكلمي على كده بيقولوا فيس 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 تو فيس. بابا بقول لك كذاب. بابا بقول لك كذاب. وانا مش عايزة اتكلم مع حد ومش عايزة اقول لحد حاجة، انت اللي جبته وانت تتكلم معاه. وانا اللي هتجوزه. سوري. مش عايزاه. معلش هنشوف هنشوف. اتجوزيه بس وبعدين قولي مش عايزاه. بابا بقول لك كذاب. يا بنت اسكتي خلاص. عارفه يا بنتي عين؟
أنا لو فتحت بيتي ده عيادة والله أكسب من وراكو ذهب. كل ده عشان جاي أحكي لك إني خلاص قررت أسيب فتحي. غريبة قوي الولد ده تسرسب في حياتك كده من غير ما تحسي، وفجأة لقيتي نفسك بتحبيه. للأسف صح، هو إنسان طيب قوي، جدع، راجل، حبيني بجد، وأنا كمان حبيته. بس يا خسارة بقى، مينفعش. تعرفي ساعات بحس انا والبنت جان حظنا وحش قوي في الدنيا. لا انت مختلفه عن جان، انت تقدري تتجوزي فتحي بس انت اخترتي انك ما تتجوزيهوش عشان بتبصي لقدام. انا جايلي اوفر في قناه في دبي، عرضه مرتب حلو قوي، بفكر اروح اشتغل هناك عشان ابعد عن فتحي. مش عايزه اضايقه، مش عايزه اوجعه. اللي شايفاه في مصلحتك اعملي، بس هتقدري تبعدي عن حمزه؟ ابن الذين هيوحشني، بس اعمل ايه بقى؟ مفيش غير كده يظهر. قوية انت برضو يا راجل وبتحبيه وشغلانه وناجحه جدا فيها واصحاب زي الفل زينا وحواليكي، تسيبي كل ده وتسافري؟ ساره انا قلبي وعقلي لو اختلفوا مع بعض عقلي هو اللي هيكسب. يا واد يا جامد، سيف. هاي سارة. هاي. معلش أنا آسف جيت من غير تليفون ولا معد. لا مفيش أي مشكلة، اتفضل. لا لا مفيش لزوم، أنا هقول لك على حاجة وماشي على طول. أنا بحب هديل جدا يا سارة ومش هسيبها. أنا عارف إني غلطت بس أنا قادر أصلح الغلط ده ولازم أصلحه. أنا عارفة إنك تقدر وعارفة إن هي غلطت كمان. مش مهم مين غلط دلوقتي، اللي أنا شايفه إن بيتي بتخرب وهديل بتضيع مني. عن إذنك. ربنا معاك. مش عارفة أقول إيه. لو كنت فتحت بيتي عيادة كمان كسبت دهب. مش كده؟ أنا بقول كده برضه. دي هبة. يا رب مش عايز اسمع خبر وحش. على فكرة انا كلمتها النهاردة ما ردتش. ربنا يستر. ربنا يستر. ايوه يا بوبا. بابا خف يا سارة، خف بمعجزة. انت بتقولي ايه؟ والله العظيم فاق من الكومة ورحنا عملنا مسحة على الجسم كله ما لقيناش حاجة. انا مش قادرة استوعب بس الحمد لله، الحمد لله جدا. ابو هنا خف. لا بتهرجي. مين معاكي؟ دي آية. سلمي لي عليها. حاضر بتسلم عليكي. سلمي لي عليها قوي. طب اقفلي يا ساره دلوقتي، هكلمك بعدين. اوكي بس تكلميني على طول ما تتاخريش، عايزه اعرف كل التفاصيل. اوكي نعم. ممكن ننزل نتكلم مع بعض شويه؟ ليه؟ هبه لو سمحتي محتاجه اتكلم معاكي، هفهمك على كل حاجه. انتي متخيله؟ لا طبعا مش متخيل، وانا كنت فاكره ان خبر وحش. الحمد لله. الحمد لله اي حاجه تفرحنا. Thank you.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا ابني. اهلا وسهلا بيك. اتفضل استريح. شكرا. اتفضل. مصطفى زميل جان في الشغل. اهلا يا ابني. اهلا يا انكل. خير يا ابني؟ خير خير ان شاء الله. انا كنت جاي اكلم حضرتك في موضوع. اتفضل يا ابني. الحاج قال لي انك شفتيني مع ناس. وانت قلت له ايه؟ قلت له انهم صحابي. انت بتعمل كده ليه يعني؟ بصي يا بقى، انا هتكلم معاك بصراحه، بس وعديني تفهميني زي ما انا فهمتك. وانت فهمتني في ايه ان شاء الله؟ المفروض ما تنسيش يعني. كمل. بصي انا زيك بالظبط، بابا نزلني من امريكا عشان اتجوزك لانه اتفق مع الحاج. وانت قابلت ليه؟ انا كنت داخل مشروع كبير في امريكا ومحتاج فلوس. والدي ساومني، قال لي تنزل تتجوز وتعيش في مصر، والفلوس كده كده انا شايلها لك. بلطوطة بابا، لو هي دلوقتي انا ما عجبتهاش عليك بقى خلاص، عملت اللي عليك، وانا كده كده مش هقف قدام مستقبلك. فانت ظهرت بالشكل ده صح؟ ايوه، نزلت مصر وجمعت عنك معلومات وقلت اظهر لك بالشكل ده، تقرفي مني وما حصلش نصيب. ورضع من قدرة فول ولبسك ده، وقولي لي يا ابو كمال ويا ست البنات. بعرف امثل صح؟ انا بفكر اصلا اكمل حياتي باللوك ده، عجبني يعني. انت تروح تقول لابويا الحياة وتبعد عني ماشي؟ لا هبه، انا وقفت جنبي، ما ينفعش تعملي معايا كده. انت هتعايرني بوقفتك معايا وابويا تعبان؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انا الراجل ده حبيته بجد. انا بتكلم ان انتي على علاقه بواحد تاني، وانا قبلت اعمل كده عشان خاطرك. ماشي، والحل؟ الحل ان احنا نروح لوالدي نجيب من المطار ونبان قدامه عادي، وبعد كده نفتح اي مشكله ونسيب بعض. انا مش هروح معاك المطار نجيب ابوك. وانا اروح للحاج اقول ان انتي على علاقه بواحد تاني. زي ما قلت لحضرتك يا عمي، انا بحب جان وجان برضو يعني بتحبني. وانا ما عنديش اي مشكله في موضوع دينها خالص يعني، انا ما عنديش مشكله في موضوع الدين تحديدا يعني. بص انكل، انا جيت اتكلم مع حضرتك بعيدا عن جان عشان لو في اي حرج او اي حاجه يعني نقدر نتفاهمها انا وحضرتك وحضرتك برضو. انت بتتكلم عن جان كانها انت بتهرج. لا انا مش بهرج. لا انت بتهرج، قولي ان انت بتهرج عشان انا اقدر اسمعك. وحضرتك الموضوع ما فيهوش تهريج، انا جاي اتقدم لجان. جان بنتي انا؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. من فضلك اتفضلي جو. جان بنتي اتفضلي لو سمحتي جوه. في انكل، انا ما عملتش حاجه غلط. انا جيت اتكلم مع حضرتك عشان نتفهم اي حاجه. امجد ابني اول ما اتخرج قال لي يا بابا انا عايز اتجوز ساميه زميلتي، بس هي مسلمه. قال لي ما عندهاش مانع انها تسافر معايا ونتجوز ونعيش بره. تخيل انا قلت له ايه؟ رفضت طبعا. صح، رفضت. بس قول لي رفضت ليه؟ رفضت. انا اقول لك انا رفضت ليه؟ لان انا ما كنتش ممكن ابدا اقبل ان انا اكسر قلب ام واب لمجرد ان ابني بيحب بنتهم ويخليها تسافر وتهرب وتخسر دينها واهلها. ده ما اسموش حب يا ابني. ايوه يا عمي، بس يا ابني انا عايز اسالك سؤال مهم واجابته عندي اهم. تفضل. انت لو اخو سامية كان ممكن انك انت تسمح بان اختك تهرب وتسافر وتخسر دينها واهلها لمجرد انها بتحب واحد مسيحي؟ لا طبعا كنت ارفض، لان ده حرام عندنا. بس مش حرام عندنا ان انا اتجوز جان. وبرضه يا مصطفى زي ما عندكم حرام في دينكم احنا برضه عندنا حرام. ما هو بالعقل كده يا عمي. جان على فكرة هتفضل مسيحية زي ما هي، يعني الموضوع مش هيضر بأي حاجة في الدين. وبرضه سامية كانت هتفضل مسلمة زي جان بالظبط، نفس الحكاية. بقول لك إيه،
تعالى أبعد معاك بخيالك وافترض إني أنتوا هربتوا واتجوزتوا وخلفتوا، ابنك أكيد حيبقى مسلم وده شيء طبيعي. إزاي أمه هتعلمه قواعد الدين الإسلامي وهي أساساً مسيحية؟ أنا أعلم يا ابني، يا ابني تربية الأولاد شراكة كبيرة بين الأب والأم. إزاي الولد هيروح الجامع يوم الجمعة ويوم الحد هيروح الكنيسة وهو أساساً مسلم؟ هتدمر يا ابني أهلك وأهلها وهتدمر ولادك، كل ده ليه؟ عشان بحبها. ملعون أبو الحب اللي يخلي الواحد يخسر دينه وأهله. تفضل تفضل. طبعا مش كل حاجة بنتمناها بتقدر تحققها يا مصطفى. أكيد كل أوكي تمام. أنا زي ما اتفقنا يا مصطفى. أكيد أكيد زي ما اتفقنا. أشوفك على خير، مع السلامة. أنا أستأذن. تفضل. عايزة تبيعي دينك وتبيعينا يا كدابة؟ بتحبي واحد مسلم وعايزة تتجوزيه؟ من بكرة مفيش شغل ولا عربية، أنا هسجنك هنا في البيت. لا يا بابا لا، أنا عمري ما كنت هسيب ديني، عمري ما كنت هسيب ديني. كنت ناوية تعملي إيه؟ كنت ناوية تهربي معاه وتتجوزيه عشان تفضحيه؟ كسر رقبتي كمان. جان استني يا جان، دي اخرة ثقتنا؟ ليه؟ دي متربية في الكنيسة. كنيسة؟ كنيسة ايه؟ كنيسة مش بالمرواح والمجي وحفظ الآيات. انت معلمتيش بنتك المسيح وعلمتيها الأنانية وادي النتيجة. وانت عملت ايه؟ كنت بتساعدها؟ ما انت علمتها حب الفلوس وبس، وقعدت انت وهي تطفشوا في خطيبها بطلباتكم. اخلصي الحقها البنت كده هتضيع منها وهتهرب معاها. تغور في 60 داية وامشي انت كمان معاها، مش عايز اشوف حد. امشي من قدامي، امشي كلكم امشوا. جودي انت بتعمل ايه؟ لا ده انا بس ببعت ايميل شغل. ايميل شغل؟ طيب خلص بقى وانا هستناك في الاوضه. في الاوضه؟ امال انا ليه حاسس ان انا داخل العب واحد صاحبي كوره؟ في ايه؟ وترجع تزعل انا الحق عليا يعني؟ يا بنتي انت ما بتتعلميش. يا امال نفسي مره كده حبت اشوفك لابسه قميص نوم بيبي دول، لكن على طول كده شوقي صاحبي. ايه يا امال؟ ايه يا امال؟ ليه ليه انا عملت فيكي ايه؟ ليه يا امال؟ وماله كده؟ انا بحب انام دافيانة على فكره. تنامي دافيانة؟ امال انت لابسه ايه تحت البنطلون ده؟
ستريتش. امال انت عارفه ان انا اخر مره شفتك حلوه كان امتى؟ ليله العيد وليله فرح، عشان بس ما ابقاش كذاب. اعتبريني فرح، انسى ان انا جوزك، انا مش جوزك خلاص، انا فرح يا امال. عاملينها حلوه مره. هو انت ليك اكل ولا بحلقه؟ اكل ولا بحلقه يا بنت؟ انا جوزك مش صاحبك. بعدين يا امال الحاجات دي كلمه حلوه، مود لطيف، شمعه كده. ده اللي بيتخانق بيشتم قبل ما يضرب يا امال. يا امال مش كده على فكره، انت بتركز في تفاصيل تافهه قوي. يعني كده النور بيبقى مظلم. الضلمه يا امال. هو انا مكتوب عليا اعيش معاكي في الضلمه يا امال؟ يا امال الرحمه حلوه، النور حلو على فكره، النور حلو. طب تعالى بس كده وانا يعني هحاول اولع لك النور، مفيش مشكله. لا معلش، عندي شغل. عندك شغل ايه؟ ما انت بتقول ايميل واحد وخلاص وهتخلص يعني. لا بص اهو، جيت 12 ايميل في 15. طيب استعدك فيهم عشان نخلص بسرعه. لا شكرا. كده يا حبيبي برضو اهون عليك. امال انا بكتب بالانجليزي وعايز اركز. طيب هقول لك بس ده موضوع بسيط خالص، يعني مش هناخد وقت. هو تطعيم يا امال، اوعي بقى يا. طب يعني 5 دقايق بس كده. امال ادخل معاكي واترفض؟ يعني مش فاهمك. امال بصي اهو هيتخرب بيتك يا امال. خلاص بس بقى سيبيني بقى كده. يا امجد يعني امولة حبيبتك مش وحشك؟ امال انت حاطه جاز؟ جاز؟ بعدي كده مش جاز على فكره، ده برفيوم غالي جدا. معلش غالي جدا، انا اللي مناخيري بايظه. طيب على فكره هدومك مش مظبوطه، ما تيجي اظبطها. انا اللي منعكشها. بعدي بقى يا لهوي كده يا امجد. امال خش نام يا حبيبتي، انا جاي. بصي هو بس 15 ايميل، كل واحده هاخد ساعه واجي. طب خلاص انا هنام جنبك هنا. نامي بس، نامي كده. لا هنام كده. نامي كده بس، اسكتي بقى. اهو يا لهوي كده. انت مصاحب هناك في امريكا؟ مصاحب يعني، بس ما اتجوزتش. طب وانت عايز ترجع امريكا ليه؟ ما انت هنا ممكن تعيش كويس. بص يا ست البنات، تاني؟ ما خلاص سوري نسيت. بص يا هبه، الحياه في امريكا موضوع مختلف تماما عن هنا. هناك كل حاجه مظبوطه، السباك ليه قيمه، تقدر تقولي كده يعني ان انسان ليه تمن. هنا لا. بتتكلم معايا كاني عمري ما سافرت، بس انا عكسك بقى. انا بحب البلد دي بكل حالاتها، حلوها ومرها بعشقها. نظام بقى فيلم عسل اسود وكده، وراجل بقى اللي عاش طول عمره في امريكا يرجع من المطار عشان مش قادر يسيب البلد. اي كلام على فكره. ممكن اسالك سؤال؟ ايه؟ انت ليه كنت عايزه تسفري بابا يتعالج بره؟ بص يا هاني، مش معنى انهم متقدمين في الطب يبقى خلاص نروح نهاجر هناك. عموما ربنا موجود هنا وهناك وفي كل حته. وانت نفسك شفت ربنا عمل ايه مع بابا؟ خف بمعجزه من غير ما يسافر ولا حاجه، صح؟ اي كلام بتقولي عشان تحببي نفسك في البلد. دي وجهه نظري. اوكي خلاص. بابا. الو؟ ايوه بابا، انا جاي لك في الطريق اهو. حضرتك وصلت؟ طب انت ايه اللي خلاك تروح على الفندق؟ ما استنيتنيش ليه؟ طيب اوكي انا جاي لك حالا. الحمد لله على السلامه. انا مش هروح معاك علشان نجيب ابوك. لا بقول لك ايه، لازم تبقي جدعه. سيدي انا مش جدعه. عارفة يا يابا، أنا في وقت من الأوقات كده قلت على الولد اللي أنتي مرتبطة بيه ده محظوظ. ليه محظوظ؟ عمري ما شفت واحدة مرتبطة بأهلها زيك كده، على الرغم إنهم مختلفين تماما عنك، وليكي كذا شخصية، يعني شخصية مع أهلك، شخصية في الشغل، شخصية مع أصحابك.
عرفت بقى محظوظ ليه؟ احكي لي بقى، ما هو شغال ايه؟ بيعمل ايه؟ وانت مالك؟ في بنت محترمه ترد على خطيبها كده لما اسالها عن حبيبها؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ اوعي تبيعيني قدام ابويا. طبعا هبيعك. لا خليك جدع بقى. قلت لك انا مش جدع. عايزه اسالك سؤال، هو ابوك يعرف ابويا منين؟ انا اصحاب من زمان. مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حمزه. الحقيقه الاسبوع ده انا كنت محتار جدا اتكلم في ايه، لدرجه ان انا كلمتهم ان انا هعتذر الاسبوع ده، لان انا متعود ومعودكم ان احنا بنتكلم في مواضيع مهمه جاده، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى وقعني في موضوع من يومين. رحت ازور واحد صديق عزيز عليا جدا. اول ما وصلت لقيت فيه وكان فرح. انا مش معترض، ربنا يزيد الافراح طبعا، بس لما يكون فيه سبب. سالت وانا مش بتاعه اسال، ايه يا جماعه المواضيع؟ انا عارف انه ما عندوش بنات مثلا بيجوزهم، وعنده ولد كبير شاب. طب ايه الموضوع؟ هل يا ترى الولد ده نجح مثلا بس ده مخلص كليه؟ هل اتجوز؟ انا اعرف انه اتجوز. هل خلف؟ انا اعرف انه خلف. طب ايه؟ خد الدكتوراه مثلا؟ اتعين في شغلانه كبيره؟ اترقى ترقيه كبيره؟ كسب يا نصيب؟ مش عارف. سألت فوقيت بإيه بقى؟ إنه خد الفيزا، الفيزا لأمريكا، ففرحانين جدا وعاملين له فرح وأهله بيهنوه. قال لي قول لي مبروك يا أنكل، أنا مسافر، مسافر أمريكا. خلاص انا ما عنديش اعتراض، انا عندي اعتراض على جمله واحده. خلاص. يعني ايه خلاص؟ قال لي انا مسافر خلاص. والغريب انه قال لي بارك لي. طيب اقول لك مبروك على ايه؟ على انك هتسيب ابوك وامك وهتخلع انت ومراتك من جذوركم وهتاخد ولادك للمجهول في مجتمع غير مجتمعك، بحجة ان انت الوحيد اللي شايف لهم في ده مستقبل احسن، على اساس انك رايح الجنة وفايت النار. يقول لي يا انكل حمزة، هو حضرتك ازاي مش فاهم ان هنا كل طموحاتي ملهاش مكان؟ يا انكل حمزه هناك كل حاجه احسن. الله يا ابني، هو هناك في ربنا وهنا لا؟ ده بيحاسبنا كلنا بطريقه واحده، لانه مدينا كلنا قد بعضنا، يعني هنا زي هناك. ثم انا مش ضد السفر، انما السفر عشان تتعلم، عشان تكتسب خبره، المهم ترجع في الآخر لتراب بلدك، تراب بلدك، بلدك. وأنا لما بقول ترجع بلدك ما بهزرش، علشان ما يطلعش حد سخيف يقول تراب بلدك إيه يا عم الحاج. عارفين مشكلة الجيل اللي طالع ده إيه؟ إنه مش فاهم علاقته بتراب بلده. يا شباب والله احنا جيل حارب ولسه بيحارب علشان تراب البلد دي. انا متشكر جدا. تصبحوا على خير.
الو. ها قولي لي ايه الاخبار؟ نامت على وش الفجر بعد ما دتلها المنوم. طبعا كانت منهاره مش قادره اوصفلك. بس انتي لازم تكلمي مامتها او تبعتي لها رساله تطمنيها عليها. ماما ينفعش كده. انا فعلا بعت لمامتها اس ام اس وطمنتها. هكلمها. طيب هكلمك تاني بعدين. باي. بونجور يا حبيبتي. بونجور يا بابا. انا رايح السوبر ماركت، عايزه حاجه؟ لا ميرسي. طيب بقول لك ايه، هو حسين ما كلمكيش؟ لا بس يسرى قالت لي ان هو تمام. اما نادل بصراحه؟ ليه نادل؟ هتلاقيه مركز في شغل. طيب عايزه حاجه؟ لا ميرسي يا بابا. اوكي باي باي. حكايتك دي يا راجل يا طيب لازم تكتبها في كتاب عشان حتى الناس تعرف ان مفيش حاجه بعيده على ربنا. الحمد لله الحمد لله. المهم يا كمال عاوزين نكتب الكتاب. ما انا بقول لك لازم تكتب كتاب يا راجل. بقول لك ايه يا عم كمال، نكتب الكتاب، كتاب لولاد. طبعا. ايه رايكم الاسبوع الجاي كويس؟ لا لا. ليه؟ عندي شويه حاجات لسه ما جهزتهاش. وانا كمان عندي شغل ومش فاضي. شغل ايه؟ انت هتهرج؟ مالكش دعوه انت بالشغل، انا هتصرف. ازاي بس يا بابا؟ يا عم كمال احنا هنمشي وراهم. ها نحدد انت الميعاد وهم غصب عنهم هيفضوا نفسيهم. ها سبحان الله يا رب. ده كتب كتاب يعني نص ساعه مش هيفضوا نص ساعه؟ بعد اذنك يا حاج تسمح لي اخد عروسه ابني اتكلم معاك كلمتين على لوحدنا؟ اتفضل يا سيدي. ايه رايك يا هبه؟ ممكن تعزميني على فنجان قهوه؟ اتفضل. يلا. لا مالكش دعوه انت، خليك هنا لغايه ما نيجي. يلا يا هبه. كله هيبقى تمام ان شاء الله. ما عندكوش شيء هنا حد؟ يا سيدي اعمل اللي قلت عليه وبعدين تطلب شاي ولا اطلب اللي انت عايزه. نكتب الكتاب. ها ما تبصليش كده. ها خلاص يا حاج. خلاص يا حاج. خلاص يا حاج. الحمد لله. عملت الديزاينات اللي انت قلت عليها. ايه رايك؟ ماما ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. في ايه؟ مصيبه. ايه اللي انت بتقولي ده يا ماما؟ طب هي فين دلوقتي؟ عند سارة صاحبتها. طب اهدي انا هتصرف، انا هروح اجيبها. اختك هتسيبني يا امجد. ماما ما فيش حاجه من دي هتحصل، جان مش هتمشي خلاص. اهدي بقى. انا هنزل، انا جاي لكم حالا جاي لكم حالا. سلام سلام. امال فين الموبايل؟ امال هات الموبايل. ممكن تفهمني ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ امال هات الموبايل. مش هسيك الموبايل غير لما تقولي ايه ده. بعت لحبيبه قلبك الاولانيه، انا محتاج لك قوي، عشان كده بقى كنت بتوديني عند بابا. امال مفيش وقت للكلام ده خالص، انا عندي مصيبه في البيت. المصيبه هي اللي انا هعملها فيك دلوقتي يا امجد. ايه امال؟ هو مفيش دم؟ بقول لك في مصيبه في البيت، هات الموبايل. يا اخي انت ايه؟ ما بتحسش؟ انا مش هسيبك تنزل غير لما تقول لي. انت بتعمل معايا كده ليه؟ طب اهدي بقى. امال والانجيل يا امال؟ انا الرساله دي بعتها قبل ما اوديك عند باباكي اصلا. يا كذاب يا قذر، بتحلف بالانجيل كذب كمان؟ بقول لك ايه؟ خوري من وشي وانا ناقصك. بقول لك مصيبه يا زباله، مصيبه تشيلك الهي تعمل حادثة وتموت. أمال الحقيني يا أمال. مثل يا أخويا مثل. أمال. أمجد أمجد في إيه يا أمجد؟ مالك أمجد؟ فوق يا أمجد. أمجد أمجد والله ما قصدي، خلاص أسفة. أمجد فوق يا أمجد عشان خاطري فوق يا أمجد. مش عارفة ماله أمجد، مش عارفة يا عمو ماله. حد يلحقني.
امجد. طبعا انت متفاجئه مش كده؟ انا اول مره شفتك وقلت لي اسم ابوكي قلت يا كمال ده الدنيا دي صغيره قوي. انا اعرف ابوكي من 30 سنه وكنت بدور عليه، ولما قابلتك نزلت له مصر وقلت له ان عايز ابني يقابلك. نفسي هاني يتجوز واحده بنت اصول زيك. عارف ان حضرتك انقذت حياتي من الموت لما اديتني التذكره بتاعت الطيران؟ عارف، ابوكي قال لي وانا معاه، وبدل انت بقى مقدره ده. المهم ان انا انقذت حياتك. هبه انا عايزك تنقذي هاني. هاني كويس بس كل عيبه دماغه. هو ولد طيب وجدع وما فيهوش حاجه تعيب، وانت شفتي في اي حاجه وحشه؟ الو. ايوه يا ساره. ازيك يا طنط؟ طمنيني يا ساره. هي لسه نايمه بس طبعا حالتها النفسيه زي الزفت. يا ساره انت مش متخيله انا وابوها حالتنا ازاي. طنط انا معاكي ان الموضوع صعب، بس الاصعب برضو ان هو يضربها ويسيبها تنزل من البيت في حالتها دي. باباها غصب عنه، غصب عنه يا ساره، ربنا يعلم هو فيه ايه. وهي كمان تعبانه على فكره. وكمان على فكره بقى هي ما كانتش ناويه انها تتجوزه وتسيبكم. يا طنط هي ما كانتش تعرف اصلا انه هيجي. طيب لما تصحى خليها تكلمني. حاضر، باي باي. انا اسف ان انا جيت من غير معادي. خير؟ في ايه يا حسين؟ ممكن موجود؟ لا مش موجود. في حاجه؟ لا كنت عايزه في موضوع بسيط كده. كلمه. بس موضوع ايه يعني؟ ما تشغليش بالك، موضوع بسيط يعني. تشرب حاجه؟ والله مش عايز تعيبك يعني، ملوش لزوم. ده ايه الادب ده كله؟ تشرب ايه يا حسين؟ برتقان. برتقان؟ لسه هدخل المطبخ واطلع العصاره واعصر. انا ممكن اساعدك في كل ده. طب تعالى. ساره. انا بهدلتك معايا كتير. على لا يكون جاب نتيجه. انا اسف. ولا يهمك. فاكرة يا سارة أول مرة كلمتك فيها في التليفون؟ فاكرة. فاكرة لما غلطت فيكي وما كنتش عايز تأسف؟ فاكرة. طيب عنك. أنا بقى كنت عامل زي البرتقانة دي. محتاج حد يضغط عليا جدا عشان ينزل الحاجه الكويسه اللي فيا. انت عملتي كده؟ ويا ترى انت بقى سكري ولا بصور؟ ايه يا ساره خفه الدم دي؟ ده عادي عندك؟ يعني عشان انت بقيت كويس بجد. ما قلتليش بقى كنت عايز بابا ليه؟ يعني في موضوع كده كنت عايز اخد رأي فيه. موضوع ايه؟ انا معجب بيك. انت بتهزر صح؟ لا انا فعلا معجب بيكي سارة. اعتقد ان انا استحق ان انا اعرفك اكتر واخد فرصة. تاخد فرصة في ايه؟ انت مفيش فايدة منك ابدا؟ انت عارفة كويس قوي يا سارة ان في فايدة مني، بدليل ان انا بقيت كويس. عشان اتحسنت يومين؟ الموضوع مش موضوع يومين يا ساره. انا فيها حاجات كتير اتغيرت وانت السبب فيها. ايوه بس ده مش معناه ان انت تعجب بيه. انا عايز اتجوزك اصلا. بص يا حسين انا ساعدتك بس. انت هتحب واحده وهتتجوزها، مش شرط يكون انا خالص على فكره. في ايه يا ساره؟ انا بقول لك عايز اعرفك اكتر. عايز تعرفني ليه؟ حاسس من جوايا حاجه ناحيتك.
أنا فيا حاجات اتغيرت عشان نفسي، بس فيا حاجات أكتر اتغيرت وأنتي السبب فيها. أنا بحبك يا سارة، افهمي بقى. أنت آخر واحدة أفكر فيها حسين، وحتى لو صدقتك أنت تحديداً لأ. ليه؟ ما هو كل حاجة ليها سبب، قولي لي وجهة نظرك. عشان أنا استحالة أتجوز واحد كان في يوم من الأيام بيقول عليا إن أنا ست مش محترمة وبتاعة رجالة، ولما بتعب أنا مش عايزة أكمل. أنا كنت بقول كده عشان استفزك بس. كداب، أنا بفهم كويس قوي في اللي بيتقال. إمتى الواحد بيقوله هو مصدقه وإمتى بيقوله خلاص. أيوة يا سارة، بس أنا ساعتها كنت مش طبيعي. في كلام ما ينفعش يتنسي يا حسين. وبعدين ثانية واحدة، أنت إزاي عايز تتجوز واحدة لما سألت عليها الناس قالوا لك عنها كده؟ سارة فهميني، أنا ساعتها كنت بحاول بس. أنا مش عايزة كلام، كفاية كده. ماشي يا سارة. اوعيتني تكون فاكرني مش عارف انك كنت بتعمل فيلم على البيت. تبقى عبيط. انا افهم اللي قدامي متربي ازاي، متربي في الشارع ولا لا؟ وانت ابوك ما سابكش تتربى في الشارع، ما سابكش تتمرمط زي ما انا اتمرمطت انا وهو من زمان. طب ما كلمتنيش ليه؟ طب يا حاج، عشان عجبتيني، وعشان هبة تتعلم حاجة هي كمان، إن الموضوع مش بالشكل بس. بص يا حاج، أنا أصلا ما كنتش عايز. خليني أكمل كلامي، أخلص الكلمتين اللي أنا عايز أقولهم لك وبعدين أتكلم زي ما أنت عايز. ماشي؟ ماشي يا حاج. ماشي. شوف يا ابني، الإنسان ده اتخلق من تراب. ماشي؟ ماشي. ماشي. وانت اتخلقت في الطينة اللي اتولدت فيها، يعني صعب جدا انك تخلع نفسك من الجذور اللي انت اتولدت فيها وتروح تسافر. ربنا سبحانه وتعالى يا ابني خلقنا من تراب، يعني انت مربوط بالارض اللي انت اتولدت فيها. فصعب، صعب انك تاخد قرار يخليك تعيش في بلد تاني. نتعلم فيها ماشي، نتعالج ماشي، نستورد نصدر ماشي، لكن نعيش لا. مش عارف يا حاج، معنى كده ان كل الناس اللي بتهاجر دي بيكونوا غلط؟ مش حالتك، مش حالتك يا هاني يا ابني. يعني انت يا ولد ابوك راجل صناعه عنده مصانع في البلد دي ومشغل ناس يانا، ليه كل ده يروح لمجرد انك انت عايز تسيب ده كله وتسافر؟ مجرد ان انت متطلع لحياه افضل عشان انت بس، عشان ذاتك انت بس. شفت حضرتك قلت حياه افضل. حياه افضل شكلا بس مضمون صعب. اللي ابني بياخد قرار الهجره دوت بيكون حياته هنا صعب، ما بيقدرش ان هو يواجه الظروف فيسافر. بس صدق، اللي بيسافر دوت دليل على انه ضعيف، لانه مش قادر يكبر هنا. مش قادر اقتنع بكلامك يا حاج. قدامي نماذج كتير جدا اتبهدلت هنا ونجحت بره جدا. يا ابني يا حبيبي، دي وجهه نظري. وبعدين انا ازاي كبرت انا وابوك في البلد دي؟ ها، ما احنا لو فكرنا بالشكل ده خلاص نمشي ونسيبها. يا حبيبي انت ما اتبهدلتش، انت عندك كل حاجه. ها، فاحمد ربنا، احمد ربنا وما تتبطرش على النعمه اللي ربنا اديها لك في بلدك. ها، فهمت؟ فهمت حاجه؟ ماشي. أنا مش هكلمك على هبة ولا هقولك إنها بنت أصيلة ومتربية وبميت راجل، لا، أنا عايز أقولك حاجة واحدة بس. لو صممت على السفر يا هاني، ابعد عنها يا ابني، ابعد عنها، لأن بنتي مش هتسيب لأبوها ولا أمها ولا بلدها ولا شغلها ولا حاجات كتير. لو قعدت أعدد لك من هنا للصبح، هي مش هتسيب ايه؟
شوف يا ابني، فكر فكر كويس وبعدين تقول لي. وانا عارف انك راجل، لو قلت كلمه مش هترجع ليها ابدا. وثق ثق، لو انت مصمم على السفر انا اول واحد هكلم ابوك، هبقى اول واحد هساعدك. طب بصي يا آية، مش هقدر أقف قدام حاجة تحت مصلحتك طبعا، بس يعني إحنا هنفتقدك جدا في وسطينا. أنا كمان زعلانة بجد على فكرة. طب عشان لو سيبنا سناء كده طبعا، أنت عارفة الناتج بتاعها هتفضل تعيط للصبح. ده إيه يا أخي؟ البنت هتوحشني وأنا مش عايزاها تمشي بصراحة. مش بقول لك هنقعد بقى في تعديد للصبح، خلينا نتكلم جد بقى شويه. مين يمسك مكانك يا ايه؟ فتحي. فتحي كويس بس يعني بتمنى ما حدش يعرف قبل سفر. ليه؟ يعني ممكن احتفظ بالاسباب. اوكي يا ايه براحتك، ما تنسيش تعدي على الاتش ار عشان تخلصي ورقك. هتوحشيني بجد. باجي معاكي؟ لا انا هبقى تمام. طنط اتكلمت وعايزاكي تكلمي. مش عارف اكلم حد دلوقتي، محتاجه اهدى شويه. انا همشي. اوكي خلي بالك من نفسك. اوكي كلميني. الو، انا هنا. هنونه حبيبتي وحشتيني قوي، كنت لسه بفكر فيكي من قريب. وانت كمان وحشتيني قوي قوي. بقول لك ايه، انا عايزه اطلب منك طلب. اموري. ايه ده هنا؟ ممكن ادخل؟ طبعا اتفضل. ازيك؟ على فكره يا بابي ما اعرفش اني جيت لك. ايه ده، ما انت جايه لوحدك؟ لا هو انور الصور جابني. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن. امجد عنده ورم مش صغير على العصب البصري اسفل قاع المخ، وده السبب في الحاله اللي هو فيها. يا نهار اسود. ممكن تهدي شويه؟ ممكن تهدي يا مدام. انا دكتوره زيك وفاهمه انت بتقول ايه. العمليه بتتعمل دلوقتي ونسبه نجاحها مش قليله ومش كبيره. دكتور ممكن نسافر فرنسا نعملها هناك؟ الوقت مش في صالحنا، يا ريت نعملها له في اسرع وقت. طب مين بيعملها في مصر؟ هما اتنين، هنكلم الفاضي وهيجي يعملها له ان شاء الله. ايه اللي بيحصل لنا؟ في ايه؟ اهدي. الولد والبنت؟ عشان خاطري ايه؟ طب في ايه؟ في ايه؟ من فضلك انا مش مستحمل. امجد هيخف وهيبقى كويس وهيعمل العمليه. ان شاء الله هيخف. خلاص. أدل أجل كلميها. هي فين؟ حاضر هكلمها. بس انت هتقول كل حاجة. ما تزعلش مني بجد، أنا عارفة إن أنا السبب في كل اللي حصل لك. أنا كويس أمال ومسامحك، مفيش حاجة. أنا عايز جان، عايز أنا أخف. هاتيني جان. حاضر.
طب كلميها. هكلمها حاضر. أنا مش عارفة أقول لك حاجة. جان ما تقوليش حاجة. بعد الكلام اللي اتكلمته مع باباك ما ينفعش اقول لك حاجه الا لو انت عايزه ان احنا نكمل مع بعض، بس لازم تعرفي في الحاله دي انت هتقابلي مشاكل وصعوبات كتير ومش سهله. انا كمان بحبك. عارفة اني عملت لك مشاكل كتير جان. انا اللي اسف ان انا عملت لك مشاكل في البيت ومع باباك ومامتك، بس انا كنت كل انا بقى... مش قادرة اسيبك، مش قادرة. ايوة امال في ايه؟ امجد؟ في ايه؟ امجد في المستشفى. مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حمزه. النهارده هنكلمكم عن اكل العيش. اكل العيش ده موضوع قديم جدا في مصر ومؤثر. ازاي اكل العيش بيأثر في المصريين من زمان قوي كده؟ خلوني احكي لكم قصه حقيقيه رصدها التاريخ، وهي ان مصر سنة 1036 ميلاديا تحديدا كانت فاطمية، وكان الخليفة المستنصر بالله هو المتولي امر البلاد. والمناسبة الخليفة المستنصر بالله استلم عرش مصر وهو عنده 8 سنين، وفي الفترة دي كانت امه هي اللي بتحكم الحقيقة. المهم عدت السنين على مصر وزادت الفوضى في كل اتجاهاتها، ورغم ده كان الشعب مستحمل وصابر طالما بيلاقي قوته. كل ده استمر لغاية سنة 1065 ميلاديا، واللي فيها حصل حدث في مصر التاريخ بيقول انه ما حصلش كتير، وهو إن منسوب النيل قل بشكل غير طبيعي وقعد يقل لمدة 7 سنين. اتسمت الفترة دي بالشدة العظمى، التاريخ سماها كده. مفيش مية، يعني مفيش زراعة، مفيش قمح، مفيش عيش، مفيش غير الجوع. بعض المؤرخين اللي بيتأملوا الفترة دي بيقولوا إن اللي حصل ده كان أقوى رد من ربنا سبحانه وتعالى نتيجة فساد الدولة وكتر الفتن اللي كانت حاصلة بين الناس. الشدة العظمى خلت المصريين يدخلوا في مجاعة ضخمة لدرجة إن رغيف العيش اتباع ب 15
دينار، وده رقم كبير جدا. الناس اكلت في الفتره دي، وانا اسف اللي هقوله ده، الكلاب والقطط الميته، الامراض والاوبئه انتشروا بشكل غير طبيعي في البلد. في حاره اتباع بيوتها كلها عشان رغيف عيش واحد، فالناس عملت ثوره وطلعت على قصر المستنصر، وطبعا عيلته كلها هربت على بغداد وسابوه لوحده يواجه شعبه. التاريخ برضه بيقول ان هو كمان خرج من قصره واستخبى في احد الجوامع. بس الفكره اللي وقفت عندها ان الناس في الوقت ده كانت راضيه. كانت راضيه على كل الظلم اللي كان مواجهها من المستنصر وامه، وعملوش ثوره. بس لما جاعوا بسبب شيء رباني ملهوش دعوه بحاكمهم، راحوا وعملوا ثوره عليه. طبعا ثورتهم على المستنصر ما عملتش حاجه. هنا التاريخ بيقول ان المسلمين والمسيحيين وقفوا قدام النيل وتوحدوا، وكل واحد صلى ودعا لربنا. والغريب في الامر ان الدوله الفاطميه اساسا دوله شيعيه، والمصريين اللي موجودين في مصر كانوا كلهم سنيين. يعني مصر ما تشيعتش ايام ما كان بيحكمهم شيعه. دي معلومه كده على الماشي. المتخلفين اللي خايفين على اسلام المصريين وسنتهم بقول لهم ما تخافوش. المهم نرجع لكلامنا. الناس لما بصت لربنا وصلت ودعت وتوحدت، ربنا سبحانه وتعالى انقذهم، والنيل رجع تاني بعد 7 سنين عجاف. في نفس الوقت جه قائد عسكري اسمه بدر الجمالي، وحد صفوف المصريين ودخل في معارك كتير عشان ينزع الفتن في كل اتجاهات البلد، وعاشت مصر بعده أحلى سنين لم يذكر عنها شيء في التاريخ، وأقل الأمم ذكرا في التاريخ أفضلها. طبعا في ناس دلوقتي هتقول شوفوا الراجل المتملق المنافق بيقول ايه دلوقتي وبيرمي الايه؟ قال يعني ده زي دلوقتي. احب اقول لاي جاهل متخلف، مش انا اللي بقول، ارجع لتاريخك واقراه وافهمه. اصل يا فندم انا 1056 و1036 اعتقد ما كنتش لسه اتولدت. انا اصغر من كده شويه. ارجع يا فندم لتاريخك وقراه وافهمه، ما تحفظهوش، افهمه. انت بتتعامل ان التاريخ ماده ثانويه عامه. يا متخلف، التاريخ احيانا كتير بيتكرر، ومش احيانا، ده فعلا بيكرر نفسه. اعرف ماضيك كويس علشان تعرف تشوف قدامك كويس. وما زال العيش هو رابط المصريين بالحياه. بس لو افترضت اني بكلم بدر الجمالي ووجه له رسالة، أقول له إيه؟ الناس في البلد دي أهم حاجة عندها قوتها، وإحنا دلوقتي أكلنا مش مربوط بالنيل بس، أكلنا وشربنا وأملنا مربوط بالعدل اللي في قلب أي بدر جمالي موجود ووسطينا وبيحكمنا. أنا متشكر جدا. تصبحوا على خير. تعالي بس. لا لا استني. أنا مش قادرة أعرف أنا جاية معاكي إزاي بجد. سارة دي صاحبتي قوي وأنا نفسي أعرفك عليها. لا مش مصدقاكي. أنا أول مرة أطلب منك حاجة. أيوة بس أنا ما أعرفهاش، يعني أجي عندها إزاي؟ يعني تقول عليا إيه؟ لا ما أنا قايلة لها إن أنت جاية معايا. هي جوه طيب؟ آه تعالي بقى. ازيك؟ عاملة ايه؟ هاي ازيك يا انجي؟ اتفضلي. بقول لك انا هعزف بقى على البيانو. اوكي. انت انجي صحفية مش كده؟ ايوه. انا عارفاكي على فكرة. منين؟ من برنامج حمزة البسيون. انا مش تبع كويس بقى. اتفضل.
اصل انكل حمزه البسيوني صاحب قويه جدا، وايه كمان البروديوسر بتاعت البرنامج صاحبتي. اه ايه عارفاها، شاطره جدا، جدعه كمان. ده حقيقي. انت كمان عملتي حلقه حلوه قوي. ميرسي قوي. تشربي ايه الاول؟ لا ميرسي بصراحه بقى. هنا كلمتني النهارده واتكلمت معايا شويه، كان المفروض انا اللي اجي لكم عشان اقابلكم، بس للاسف مشغوله شويه في البيت النهارده، فقلت لها انتوا اللي تقولي. اه ما هي قالت لي انا عايزاكي تيجي معايا لواحده صاحبتي كبيره كبيره قدك كده، وقلت لها طب خلاص السواقي وصلك يعني مش لازم اجي معاكي. فقعدت اتكلم كلام كتير جدا مش لازمه، ففهمت كده ان في حاجه انا مش عارفاها. هي هنا فعلا ذكيه جدا وصريحه وتفكيرها سابق سنها. اه سابق سنها. انا بقى هنا ليه؟ مش فاهمه برضه. انجي حسام بيحبك وعايز يتجوزك، هانا كمان بتحبك جدا نفسها ان انت تعيشي معاها على طول، وهي شايفه ان حسام متضايق قوي الفتره دي فطلبت مني انا اتكلم معاكي. بس خلاص بتحرجي اكيد. لا ما بهزرش، بس هي اول ما قالت لي انا بصراحه قعدت افكر اقول لك الكلام ده ازاي وانا ما عرفتيش اصلا، لقيت ان احسن حاجه ان انا اقولها لك خبط لازق زي ما قلتها لك كده. تشربي ايه بجد؟ قهوه كتير جدا. حالا. انا هكلم جين. لا ما تكلمهاش، خليها عند صاحبتها، مش عايز اشوفها، دي بيت قلت الادب. كفايه اخوها عايز يشوفها. قلت لك ما تكلميهاش. جين امجد ماله يا ماما؟ انت ايه اللي جابك؟ ما سافرتيش ليه مع حبيبك مصطفى؟ يا بابا عرفتي كلمه بابا؟ انت اصلا ما تعرفيش معنى بابا يعني ايه؟ شوف اخوها وتمشي على طول، مش عايزه تقعد معنا خالص. مشاكل اساسا مع الرجاله، وانا عندي نفس المشاكل مع الرجاله. لا لا بس انا مختلفه، انا انت عارفه شفتي طبعا الحلقه بتاعت حمزه، انا طليقي بهدلني، بهدلت. انا عارفه بس صراحه احترمتك جدا، بحب انا الست الصريحه، ودلوقتي احترمت حسام اكتر. ليه؟ بيني وبينك يعني حسام رجل اعمال ومهم، كون انه يفكر ان هو يتجوز واحده مصر كلها عرفت قصتها، ما تزعليش مني، ده معناه انه بيحبك قوي، صح؟ اه انا عارفه كده، بس انا قلت له ان احنا ممكن نتجوز ونفشل، على فكره مش عشان هو، ممكن اكون انا السبب، بس يعني انا حاسه ان الصحوبيه احسن من الجواز، اقوى. انا معاكي تماما، الراجل يتصاحب، لكن لما تتجوزي من هنا تبدا المشاكل كلها. لا هو المشكله انه بعد الجواز بيتحول شخصيه تانية خالص. وشخصية بوبي الحبوب اللطيف اللي بيدلع ويطبطب ويهنن بتختفي تماما. ايوه عشان كده عمري ما هعمل في نفسي كده. بس حسام عاقل. مفيش راجل عاقل ابدا. اسم الله علينا احنا يعني اللي تمام جدا، ما احنا كمان معوقين ومتخلفين. ايوه صح تعبانين نفسيا بس مش متحولين، هما بقى متحولين. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا المفروض اقنعك يا حبيبتي، وانا مقتنعه تماما بكل كلمه بتقوليها. ايوه اوكي انا سامعاكي كويس والله، بس هي المشكله ان انت مقتنعه باللي انا مقتنعه بيه. صح بس بيني وبينك احنا كمان لازم نخوض التجربه يا انجي. لا لا انا خدت التجربه وفشلت فشل ذريع عشان الراجل ما كانش كويس. وتضمني منين ان حسام كويس؟ مفيش حاجه مضمونه، بس انت ذكيه. وبعدين حسام مختلف، اتجوز قبل كده واب، بتهيألي القصه معاه هتكون مختلفه تماما. وبعدين يا ستي مش عشان خاطره، عشان خاطر هنا. وانت؟ انا لا انا لسه ما فيش حد ظهر في حياتي يقنعني اني افكر فيه. ولو ظهر افكر. بيني وبينك انا خلاص تعبت من القعده لوحدي. اصلها في الاخر معادله بسيطه جدا، هما ناس مرضى واحنا نص مرضى، خلاص بقى نتجوز ونجيب عيال، احلى حاجه في الدنيا العيال. ايوه 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 نخلف بقى عيال مرضى برضه. ايوه ونعمل مجتمع مريض زي اللي احنا عايشين فيه. بابي عايزك. الو
ازيك؟ لا هي في مشوار معايا كده، انا هوصلها البيت. اوكي، عايز حاجه؟ طيب باي. انا محتاجه وقت افكر. حقك، خدي وقتك. هنا عايز تاكلي حاجه؟ لا ميرسي. كنا بنقول ايه؟ بنقول المجتمع مريض والعيال مرضى وكده. تعملي موقف جدع كده مع حد في الشارع يقولك مش انتي ست بس جدع. سيحي بس كويس، مسلم بس متفتح، فلاح بس عنده ذوق، صعيدي بس بيفهم، ابوه بواب بس الخامس على الجمهورية، محجبة بس شيك، محجبة بس محترمة، او مجتمع بسيط بس عنصري. بقولك ايه، احنا لازم نتجوزهم ونطلعوا على عينيهم المرض بتاعهم ده. على رأيك. أنا مبسوطة فعلا، أكتر وقت بتبسط فيه هو الوقت اللي بقضيه مع أصحابي، بس اليومين دول كلهم عندهم مشاكل وكلاكيع بقى كتير بعيد عني. بجد مبسوطة أوي إني اتعرفت عليكي يا إنجي. أنا كمان والله يا حبيبتي. طب اشربي قهوتك. كل حاجة بتيجي في وقتها بتبقى أحلى، صح؟ تلاش يا حبيبي، هتقومي سلام. بابا كرولوس والأمير تدرس هيبقوا معاك في العملية يا حبيبي. أكيد يا ماما أكيد. ما تزعلش مني يا أمجد. ما تزعليش أنت مني. يا آدم ما تخافش، تعالى. بحبك. ها؟ إيه يا حبيبي؟ هو سيب بابا وماما جاي. بصي أنا عارف يعني إن أنا كنت بعيد عنك الفترة الأخيرة. بس أنت وعدتيني إنك هتبقي مبسوطة، ها؟ شوف شوف أنت كنت مطنشني إزاي؟ طنش أختك، ها؟ أنت هتقوم لي بالسلامة عشان أنا محتاجة أتكلم معاك. عايزة أتكلم معاك كتير على فكرة. لو جرالي حاجة خدي بالك من إيه ده؟ إيه إيه الهبل اللي أنت بتقوله ده؟ أنا مش هجرالك حاجة يا حبيبي. أنت هتبقى كويس وهتبقى جميل وهتقوم لي بالسلامة. أنا محتاجاك، أوعى تسيبني. فاهم؟ انت تبقى كويس عشان خاطري. بقول لكم ايه؟ مش عايز اعيط. هنقعد هنا ست ساعات نقعد نعيط؟ اتفضلوا نقعد بره. انا ماشي. رايح فين؟ رايح شوف. كويس ده تمام؟ كويس. ما تدخل. انت متأكد ان هي مش موجودة؟ خرجت قلنا. لا بعدين انت خايف من ايه؟ طردتني امبارح. ليه؟ عكيت؟ احكي لي. ايه يا ابني ما تتكلم؟ امال انت كنت عايزني في ايه؟ مش عارف. امشي يا حسين امشي. هو انا جايبك هنا عشان اسمع سكتك؟ انا قلت لساره امبارح ان انا معجب بيها وحاسس من ناحيتها باحساس مختلف وان انا عايز اتجوزها واكمل معاها عمري. امشي اطلع بره. انا اسف. استنى رايح فين؟ انا كنت بضحك معاك. انت عايزني في ايه؟ كنت عايزك تساعدني. لا دي الحاجة الوحيدة اللي ما اقدرش اساعدك فيها. انت اللي لازم تساعد نفسك. ما انا مش عارف. لا لازم تعرف. انا عملت المستحيل عشان اتجوز امها. اتعلمت بيان، بيت تحت بيتها، خدت برد، اتمرمطت،
اتبهدلت. كنت بتكلم معاها ما سبتلهاش فرصة انها تتكلم تسمعني، بس انا كنت مصدق في نفسي فاقنعتها. طب ما انا كمان مصدق في نفسي. طب ما تقنعها، ايه اللي حايشك؟ انتوا مش عندكم في الاعلانات بتقولوا اتجنن؟ اه خلاص اتجنن. شكرا يا عم وربنا يخليك. انا مش عارف اقول لك ايه. ايه يا عمو دي؟ انت ليه محسسني انه خلاص بقيت حماك؟ معلش بقى، الدنيا لسه فيها اكتر، بيقولوا كده برضه على فكره في الاعلانات. خلاص اتكلم براحتك وعبر. ده انت طلعت متابع بقى. حسين الموضوع كله معاك، القوه بين ايديك. ربنا يريح بالك. بقولك ايه؟ ايه؟ تبقى تغير الكولونيا بتاعتك دي. حاضر. وحشة قوي كده. ساتر. والله انت ريحت لي بالي. ربنا يخليك. على الله تفلح. شكرا. هتعرف تقنعها؟ هتجن؟ جن. هتمشي وتسيبينا مرة واحدة كده؟ طب اتفضل. بس ان انا هسيبكم، انا هسافر اسبوع او 10 ايام وهرجع على طول، يعني مش هتاخر. ليه يا ايه؟ انا شايفه ان كده احسن. شوفي، هو انا متاكد انه مش عشان الفلوس، الكلام ده تضحكي عليه، شريف بيه اي حد، انما انا لا. أصل أنا قعدت مع فتحي. أنا مش هقدر أعيش حياتي كده كلها في لخبطة. ده منطلق إن أنت عايشة دلوقتي حياة مرتبة، ها؟ طول عمرك عايشة حياة ملخبطة. عايشة لوحدك. تحلي مشاكل صحابك. اسمعي أكتر ما بتتكلمي، ده كويس أوي طبعًا. بس كمان فكري في نفسك شوية ولا إيه؟ ما عشان أنا فكرت في نفسي هعمل كده. أول مرة أشك في ذكائك. خلاص اعتبرني غبية وسيبني مرة جرب. هسيبك تجربي. بس وأنت كمان. بما انك مسافره بقى، في حاجه انت كان نفسك تعرفيها من زمان. انا بصرف فلوسي فين؟ هتقولي يعني؟ يا نهار ابيض، هتتجنني. شرية موت، ده ينفع نبقى؟ ما سالتك 50 مره مش قادر تقولي. شوف يا ست، انا عندي ملجأ صغير كده، في ولاد كويسين قوي، تعليمهم احسن عليا، في مدارس فخمة، في منهم ناس في الجامعة بيتعلموا كويس، التعليم اللي هم عايزينه، اللي بيحبوه، حتى لو في جامعة خاصة. يعني تقدري تقولي إن الموضوع ده هو أهم حاجة في حياتي، يعني رسالتي.
طب ليه مش بتقول؟ ليه مش بقول؟ لاني عامل الملجأ ده من غير ترخيص، ولاني لا اقبل تبرعات، فمش محتاج اقول لحد. مش انا وحشك؟ معلش بعد اذنك، على فكره انا بدخن وانت ما عزمتش عليا. بنسى. وبعدين انت اعترفت لي خلاص بموضوع الملجا اللي انا بقالي فتره بقول لك انت بتعمل بيه فلوس ايه؟ بس في حاجه بقى تانيه عايزه اعرفها. تقول؟ هتعترف؟ ما اتجوزتش لغايه دلوقتي. لاني فكرت غلط. خفت. اول ما الحب ظهر لي عشت لوحدي زي ما انت شايفاني كده. وليه هربت من الحب؟ لأنها كانت أكبر مني. ده بجد ولا أنت بتستهبلني؟ والله ولا دي قصه من تأليفك؟ لا لا بجد. اه والله شفت غباء اكتر من كده؟ لا بصراحه ما شفتش غباء اكتر من كده. الحمد لله ان انت معترف ان انت راجل. خد سيجارتك بقى اشرب سيجارة. تشرب ايه؟ مش عايز، عايز امشي. يا رب اشفي اخويا. مد ايدك ليه، متخلينيش اشوف فيه حاجه وحشه. هو بين ايديك. مبارك اسمك. اشكرك لانك بتسمع وبتستجيب. اسف، تزعلش مني حبيبتي. انا مش زعلان منك، انا زعلان من نفسي. انا قصرت في حقك، سامحيني. معلش، انا ربيتك غلط. انا خليتك ما تفكريش في اي حد في الدنيا غير في نفسك، وانتي عملتي كده. معلش، أنا غلطة. أنت ما بصيتيش لأي حاجة في الدنيا غير لنفسك الأول. معلش يا جان، سامحيني. صحيح أنت نسيتي أبوكي وأمك وحياتك وملكوتك، نسيتي حياتنا كلها. كلها كانت بالنسبة لك مش مهمة. لكن معلش، خلاص مش مهم. المهم ان انت رجعتي وعرفتي خطائك. انا وحشه قوي كده بابا؟ لا يا حبيبتي، لا انا وحشه. لا لا، انا ظلمت ناس كتير معايا صح؟ لا يا حبيبتي، وظلمت نفسي صدقيني. لا بس ده كله مش بايدي. انا حبيت يا بابا،
بيت غصب عني، مش بيت يا ماما بجد، مش بيت. مشيت؟ لا كنت مستنيك. في حد هنا؟ حسين. هو ايه اللي جابه؟ انا كنت مديله معاك. قال لك حاجه؟ تسالي ليه؟ عشان هو ممكن يكون مجنون جدا وقال لك الكلام اللي قاله لي. ليه مجنون؟ انت بتهزر؟ لا. هو ايه اللي لا يا بابا؟ أنا استحالة أفكر في واحد زي حسين. ماله حسين؟ ولد كويس وأنت ساعدتيني ويبقى أحسن. حسين ولد كويس؟ أنا مش بقول نكتة عشان تضحكي. أنت بتتكلم بجد؟ لو حسين كان ظهر في حياتك دلوقتي لأول مرة ما كنتش هترفضيه. بالعكس كان هيعجبك ويخش دماغك. أنا عارف إنك بتوزني الأمور كويس. ففكري قبل ما تردي. الراجل ده لو كنت شفتيه بعد ما اتغير كنت هتعرفيه؟ ايوه، بس انا ما نسيتلوش حاجات عملها معايا، حاجات مش صح. على العموم انا مش عايز اغصبك على حاجه لان دي مش سياستي معاكي، بالذات في المواضيع اللي زي دي. بس في حاجة واحدة عايزك تعرفيها، إنه أي أب يتمنى لبنته واحد شبهه، وحسين أكتر واحد عرفته يشبهه. شبهك في إيه بس؟ أنا قلت اللي عندي. يقعد اكتر من كده. الاستاذ خرج من العمليات. امال هو فين؟ هيفوق بس البنج ويطلع لحضرتك خالص. اشكرك يا رب. انا مش قادر اصدقك يا باشا، عندك احساس للدرجه دي يعني؟ الله يسامحك. ايه انا مش لعبه في ايديكي، لازم تفهمي كده كويس. مش على مزاجك النهارده انا معاك يا فتحي، بكره لا يا فتحي مش هينفع اكون معاك. فتحي اصل انا عايز اعرفك اكتر. فتحي انا بحبك. فتحي انا اكتشفت ان انا اكبر منك ومش هينفع. بذمتك ده كلام حد كبير؟ عايزه تسيب البرنامج وتسيب الشغل وتسيبيني عشان خاطر ايه؟ عشان خاطرك، عشان مش عايزه اعذبك معايا ولا اعذب نفسي. وانا بحبك يا مش هتجوز غيرك حتى لو سافرتي، هستناكي. عشان خاطر ما تسافريش، انا مش متخيل اي حاجه في حياتي من غيرك. ما تسافريش يا مش هينفع. ليه؟ عشان خلاص اخدت قراري ومش هينفع ارجع فيه. براحتك.
أيوة أنا مش قادر أمشي. عشان خاطري ما تسافريش. أرجوك كفاية كفاية. كفاية. حاضر. كفاية. همشي. مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حمزه. النهارده كان نفسي اعمل لكم شكل جديد للحلقه، بس للاسف ضيف الحلقه اللي كنت عاوز النهارده يبقى ضيفنا اعتذر، مرضيش يظهر. ضيف الحلقه دي مهندس مدني رمى اساس عماره واحد صاحبي واتبنت العماره، وبعد فتره اكتشف صاحبي ان العمارة فيها مشاكل في الاساسات، يعني قايلة للسقوط. وطبعا علشان هو صاحبي جالي وقال لي: بما انك مشهور يا حمزة، ممكن تيجي معايا مكتب المهندس الاستشاري اللي اشرف على العمارة، لان هرفع عليه قضية وهبهدله. المهم عجبني الموضوع، رحت معاه للمهندس الاستشاري ده. اول حاجة لفتت نظري اليافطة الموجودة على عمارة مكتب الاستشاري ده، اللي مكتوب عليها مكتب الاستشاري المهندس عوض مصطفى البنا واولاده. ايه ده؟ احنا عادة ممكن نقرا ماني فاتورة الحاج عبد الفتاح واولاده، الحاجات اللي ليها علاقة بالبقالة، مفيش مانع. المهم طلعت المكتب، اكتشفت ان المهندس عوض البنا ده مات من 20 سنة، وإن ابنه رأفت هو المهندس المسؤول عن المكتب. كلمت معاه كتير، بما إني بهتم بالتفاصيل وسط الكلام قلت له: باشمهندس رأفت، أنت كان نفسك تطلع إيه؟ قال لي: كان نفسي أطلع دكتور، بس الله يرحمه بابا كان السبب بإصراره إني أدخل هندسة عشان المكتب، وقال لي: مين اللي هيمسكه من بعدي؟ وقفت هنا عند الكلام ده، واكتشفت ليه العمارة طلعت بايظة، وسرحت مع حاجات مشابهة. لقيت عملية عملها دكتور والمريض مات عشان الدكتور فاشل. أيوة فاشل يا ولاد، عشان كان نفسه يطلع مهندس، بس المستشفى بتاعت بابا هيسيبها لمين؟ بصيت لقيت واحد ممثل فاشل. طب يا ابني انت ليه بتمثل؟ قال لي: على فكرة بابا ممثل ناجح ومشهور. قلت النهاردة أجي أتكلم معاكم عن التوريث. صدقوني معظم الفشل اللي احنا فيه في بلدنا جاي من المساحة دي. الدكتور ابنه يطلع دكتور، المهندس ابنه يطلع مهندس، المخرج لازم ابنه يطلع مخرج، والممثل هكذا. حتى المنادي بتاع العربيات بيورث منطقته لابنه. كمان الرئيس كان عايز ابنه يطلع رئيس. وطبعا الكارثة دي خلتنا نقوم بثورة، لأننا كرهنا حكاية التوريث مع أننا بنموت فيها. يعني مثلا
كنت ابص واحنا في الميدان مهندس ماسك يافطه مكتوب عليها ضد التوريث وجنبه ابنه مهندس برضه وبالعافيه وقف يهتف ايوه ضد التوريث والموضوع كله توريث في توريث. الله ما تسيبوا عيالكم يا جماعه يحلموا شوفوا نفسهم يعملوا ايه نفسهم يطلعوا ايه ويفكروا ويشقوا طريقهم براحتهم وتدعوا لهم انتوا بالتوفيق والنجاح في اي مجال يحبوه مش لازم نملى البلد مهندسين ودكاتره وكان البلد مش محتاجه غيرهم وبعدين يفشلوا في حياتهم ده احنا نتيجه ده ما بقناش نشوف في مصر لا فلاتات ولا نوابغ وده ليه عشان التوريث يبقى في حاجه غلط طب هات لي اوائل الثانويه العامه كده واسالهم في العشرين سنه الاخيره وعلى فكره اوائل الثانويه العامه دول معديين الميه في الميه يعني دول المفروض يكونوا نوابغ شوفهم دلوقتي هما فين في الحياة كم أحمد زويل طلع منهم كم مجدي يعقوب طلع منهم تلاقي مفيش ولو لقيت هتلاقيهم معدودين على صابع اليد الواحدة وده لأن نظام التعليم عندنا بيجبرك على التوريث نظام بينتج بني آدم حافظ مش فاهم ولما بحثت في نظام التعليم واللي بيطوروا في مصر اكتشفت ان الاشخاص المسؤولين عن نظام التعليم اهاليهم برضو كانوا هم المسؤولين عن نظام التعليم حاجة تعرف بجد صح؟ بس خلوني اقول لكم حاجة انا وقفت عندها في الموضوع ده وفرحت بيها لما عرفت ان في مهن في مصر ما بتتورثش تماما لان صاحبها بيسيب ولاده يطلعوا اللي هم عايزينه لقيت الرقاصة ما بتحبش بنتها تطلع رقاصة وبتقول لها انت حرة اطلعي زي ما انت عايزة صباح الخير أنا متشكر جدا. الفكرة بقالنا ساعة مفيش كلام. قول لي نفسك. طب هنعمل إيه؟ شوف هتعمل إيه. مش عارف هنعمل إيه. ولا أنا. طب وبعدين الحل؟ فكر، مش أنت صاحب الأفكار الجهنمية ولا إيه يا سيدي الرجالة؟ مش أنا ست البنات؟ فكرة مش وقت هريج يعني اقول لك ايه روحوا لابوك الحقيقه ما تقول انت لابوك الحقيقه اروح اقول لابويا ايه انك مرتبطه بواحد ومستنيه لما يرجع يتقدم لك هاني انا مش مرتبطه انا قلت لك كده عشان تبعد عني فانت روح قول لابوك انك مش عايز تقعد في مصر وعادي يعني هو هيسامحك ما تخافش مش هيحرمك من الفلوس انت ازاي مش مرتبطه يعني ازاي كنت بشتغل ما هو مش بس انت اللي رضع من قدرة فول يا عم الصايع وبعدين انت مالك انا مرتبطه ولا لا انت هتروح تقول لابوك هتفكر في مشكله نعملها انا وانت عشان نسيب بعض وبعدين ايه اللي يا عم بشعرك ده مخلوق شويه غريب قوي الو انا ساب الموضوع كله على ربنا يا انجي هو يتصرف سواء هدير رجعت ليا او لا انا مش هرجع تاني لحياتي اللي فاتت لاني اتغيرت بجد ومش هسمح للظروف ان هي اللي تحركني بالعكس مبسوط قوي ان انا بسمع الكلام ده يا سيف الكتاب ده لازم يطبع يا انجي حتى لو انا ما عرفتش ارجع هديه ربنا يسهل ممكن اسالك سؤال يمكن اول مره اساله لك اسال هو انت ازاي فاهمه الحب كده وما حبيتيش لحد دلوقتي مش عارفه يمكن مش قادره ادي نفسي فرصه تانية او خايفه انت ما ينفعش تخافي يا انجي عارفه ليه يعرف قيمة الحب زي كده ما يخافش حاضر يا سيف هدي نفسي فرصة تانية مبسوطة أوي إن أنا سمعت الكلام ده باي
صباح الخير يا هيلي. صباح النور. انا اسف اني جيت من غير ما اكلمك، بس في شويه اوراق جوه في الاوضه عايز اخدها. اوكي اتفضل. تعيانه ولا ايه؟ لا 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 استعبنا شويه. ده انت سخنه جدا، في دكتور شافك او اخدت اي دواء؟ لا. انت حرام عليك بتعمليه في نفسك ده. بصي هات المفتاح، انا هنزل اجيب لك دواء من الصيدليه وهجي لك بسرعه. خشي انت ارتاحي. متشكره، ما تتعبش نفسك. هاتي مش وقت دلع، هاتي المفتاح وخشي ارتاحي. يلا. مش هتأخر عليك، خشي ارتاحي. أديل. ليه دلوقتي يا سيدي؟ عشان اتعلمت ان انا ما اسيبش الانسان اللي بحبه مهما حصل. ايه اللي غيرك؟ كان في حد سالني اذا كان في حاجه في مراتك لسه موجوده، خليك ما تسيبهاش. واداني حاجه كده حابب اقول لك عليها بعدين. ايه ده؟ جبت الكتاب ده منين؟ مرات محسن. أنا فعلاً بتقول أنت في اليوم الكام؟ أنا في اليوم 33. بس 30 يوم بس. بس أنا قررت أكمل. بتعمل كده علشان يوري عشان سيف؟ لأن أكيد ما كنتش هتعمل اللي في الكتاب. في الأول ما كنتش عايز، بس بعد ما قريت في الكتاب لقيت إن أنا ما أعرفش أي حاجة عن الحب، ولما فهمت قررت أكمل. نفسي أصدق إن دي الحقيقة. مش هقدر أستحمل صدمة تانية. سواء صدقتي أو ما صدقتيش يا هيدي، أنا عايز أقولك على حاجة مهمة جدا. عايز أقولك إن أنا آسف. أنا آسف على كل حاجة وأي حاجة. آسف إن أنا جرحتك في يوم من الأيام. أنا كنت أناني. كنت عايز منك كل حاجة وأنا ما اديتكيش أي حاجة. آسف على عصبيتي وقسوتي معاكي وصوتي العالي. أنا كان المفروض إن أنا أحبك وبس. أنا الأيام اللي فاتت دي كلها كنت بدعي ربنا كل يوم إنه يسامحني. وأنا النهارده يا هديل بطلب منك إنك تسامحني. أنا اكتشفت إنك ما بتخلفيش لأن العيب مني أنا. أنا رحت للدكتور وباخد علاج دلوقتي، الدكتور طمني. أنا مش عايز أعيش بقية عمري من غيرك يا هديل. مش عارف اتكلم في البرد ده. اسمع يا حسين. اسمعيني انت يا ساره مره واحده، انا سمعتك كتير قوي. انا اكتر انسان في الدنيا دي ممكن يناسبك. زي ما انا غلطت انت كمان غلطتي. عمرك ما هتلاقي واحد يعرف عنك كل اللي انا عرفته ده وعايزك قدي. وانا عمري ما هلاقي واحده تعرف عني كل حاجه وكمان غيرتني. انا مش عارف اقول لك يا ساره. انا عندي اسباب كتيره جدا تخليني انفعك. وانت غيرت فيا حاجات كتيره جدا ونفعتيني. ساره أنا مش بطلب منك الجواز، أنا بطلب منك فرصة نعرف بعض أكتر، تشوفيني بشكل تاني وأشوفك بشكل تاني، محدش عارف، وأنا أوعدك إن أنا أنسى أي حاجة وحشة قلتها لك، وأنتي كمان حاولي تنسيلي أي حاجة وحشة شفتيها مني، يا ستي أنا مش عايزك ترفضي وخلاص، يعني على الأقل فكري، مش أنتي كنتي بتقولي كده، فكر الأول، ولو فشلت اكتبي فيها تقرير وانا اقراه واختفي من حياتك، وتحت اي ظرف من الظروف انا مش هينفع امشي من هنا وانا زعلان. خلصت؟ خلصت. اتفضل امشي يا حسين.
ماشي يا سارة. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. انت عايزه ايه من الراجل؟ تقصد ايه يعني؟ حسين يعني؟ لا مش قصدي حسين، قصدي اي راجل. انت محتاجه منه ايه غير انه يحس بيكي، يعرف قيمتك كويس قوي، يفهمك ويراعي ربنا فيكي؟ حضرتك شايف كل ده بقى في حسين. انا قلت لك كذا مره انه شبهي وباكدها لك تاني. طيب بابا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في حاجه حضرتك ما تعرفهاش. اتفضلي. انا بفهم كويس قوي في الرجاله، كان ليا تجارب كتير قبل كده للاسف. ما انا عارف. عارف وساكت. ايوه عارف، بس كنت متاكد انه في يوم من الايام هتفهمي انه حياتك دي ما كانتش صح، والحمد لله فهمتي. اللي انا عايز اقوله لحضرتك، بس اللي انا احب اقوله انه لغايه دلوقتي ما بتفهميش في الرجاله، ما عندكيش خبره، لانه لو كان عندك خبره كنت فهمتي انه الراجل اللي غلط كتير وقرر يتوب ويكون كويس احسن من الراجل اللي بيغلط ومش عارف انه بيغلط. ودي نوعيه الرجاله اللي كنت بتعرفيها. في حديث بيقول خير الخطائين التوابون، انت وحسين زي بعض. مالك؟ مليش. عامله ايه؟ انا عامله كويس، وقرايه فتحتي بكره انا وسيف. مبروك يا زينة. الله يبارك فيكي. على فكره انا سمعت كلامك وما قلتلوش على موضوع العمليه، لان عارف ان هو يعني مش هيستوعب. بحبه قوي، خايفه يبعد عني. ما تخافيش، ربنا عايز يستر عليكي. انسي الموضوع ده خالص وما تخافيش منه، انت اتعلمتي من غلطك. ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. هو انت مش هترجعي لاستاذ سيف تاني؟ مش عارفة. على فكرة بقى الراجل ده بجد بيحبك قوي. طب انا هقولك على حاجة، بس توعديني مش هتقولي لحد. قولي يا زينة. اوعديني الاول. اوعدك يا ستي، استاذ سيف هو اللي اتبرع بكليته لبابا، وقال لنا حتى ما تجيبوش سيره، وحلفني انا وبابا ان احنا ما نقولكيش، عشان معتقد يعني انك انت لو عرفتي هتقولي ان هو بيعمل كده عشان خاطر يرجع لك تاني. وسالته كمان قبل ما يدخل اوضه العمليات، قلت له انت بتعمل كده ليه؟ عارفه قال لي ايه؟ قال لي انا بعمل كده علشان الحاج محمد ده غالي عندي قوي انا وهديل، وعارف كويس قوي إن هي زعلانة قوي علشانه، وعندي استعداد أعمل أي حاجة علشان خاطر أبسطها. على فكرة الراجل ده بجد بيحبك قوي، وعمري في حياتي ما شفت حد بيحب حد بالشكل ده. سيبيني لوحدي يا زينة، سيبيني لوحدي بليز. Thank you.
مصدقيني مش قادر، مش قادر خالص. لا لازم تاكل. فاكر وانت صغير كنت بقول لك ايه؟ افتح بقك، الطياره رايحه فين؟ في المطار. اضحك بالراحه، بالراحه. اوكي اوكي. ما تخلي مراته هي اللي تاكله. اه امال اكلي يا حبيبتي. والله يا طنط ياما اكلته، بس ما بيتمرش فيه بقى. اصبر عليا. طب استني لما يقوم بالسلامه وبعدين بيتخانق معاه. لا ده امجد ده حبيبي، هو بس يقوم بالسلامه وهتشوف عامل فيه كده. حب يا استاذ حب. فظيعه. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. طنط انا عاوز شوكولاته. حاضر يا حبيبي. عينيا. انت لسه واخد واحده الصبح. بس انا عاوز واحده تاني. خلاص المره دي عشان خاطري امال، بس المره دي بس. اوكي؟ يلا بينا. حد عايز حاجه من الكافيتيريا؟ لا يا حبيبي. يلا ربنا يخليكي لينا. يلا بينا. طب روحي انت هات حاجه حلوه وانا اجي لك. الو جان، ازيك؟ ازيك يا مصطفى؟ انا تمام. امجد عامل ايه دلوقتي؟ بقى كويس؟ نشكر ربنا. جان انا كنت عايز اتكلم معاكي في حاجه كده. حاجه ايه كده؟ كلام في التليفون مش هينفع، لازم اقابلك. حاضر هقابلك. سلام. فكرت هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ هنقول لهم ايه عشان نخلص من الموضوع؟ اه بص يا ست البنات، يعني انا فكرت كتير في الموضوع ده. الموضوع ده ملوش غير حل واحد. ايه؟ بص الحل الوحيد ان احنا يعني ايه؟ ايه؟ هقول لك تاني يعني. انجز. ايه؟ مش وقت تهريج، اوكي؟ ايه؟ هبه. ايه؟ ممكن نبدا من اول وجديد؟ بنت دخلت حياتي وشقلبتها كلها، الأستاذة آية. انجي يا بنت ما تسافريش والنبي، ده انا حتى عملت سندوتش جديد وسميته باسمك. هتوحشينا. انت أثرت فيا، انا بطلت اسرق وبطلت اقتل يا أستاذة. انا على ايديكي ساعدت ناس كتير. فكرة انك تلاقي حد يحبك ويهتم بيكي مش حاجة سهلة انك تعيشيها في حياتك. وانا عايز اقول لها ما تنسناش. معلش لو سمحت ممكن تلف وترجع؟ قربنا على المطار خلاص يا هان. انا اسفة بس ممكن توديني على 6 اكتوبر؟ حاضر. ايوه سارة. اوعي تقولي انك سافرتي من غير ما اشوفك. فاكره يا ساره لما قلت لك ان قلبي وعقلي لو دخلوا في معركه علي هو اللي هيكسب؟ ايوه فاكره. احب اقول لك ان المره دي قلبي هو اللي كسب. يا ابو كمال لو لعبت بديلك او بصيت كده او كده هعمل معاك ايه؟ هتعملي ايه يعني؟ هعمل معاك الصح وكلمتين ابرك من جرنان يا نجم. هتعملي معايا الصح؟ امال انت فاكر ايه؟ دخول الحمام زي خروجه؟ لا فوق. وما تزعلنيش عشان انا زعلي وحش. وانا ما اقدرش ازعلك يا هبة. ما تقوليش يا هبة، قولي يا ست البنات. ماشي يا ست البنات. وانا برضك هقول لك يا ابو كمال. برضك؟ اه برضك. لا حلو، احنا ممكن نفكر في الموضوع. خلاص مش هقول برضك. خلاص بلاش برضك. عارفه يا هبة؟ ايه؟ انت خليتيني احب حاجات عمري ما حبيتها. انت خليتيني احس. احس؟ احس بكل حاجه حواليا.
طول عمري كنت عايش لوحدي، بس اخيرا لقيت حد جنبي. وانت برضو خلتني اشوف تفاصيل كتيره في شخصيتي عمري ما شفتها. عارف يا هاني، انا مبسوطه جدا ان في حاجات من جوه شبه امي وابويا. بفضل ليك انت اللي خلتني اشوفها. اشكرك. بحبك. وانا برضك بحبك. لا انا برضك مش هعرف. برضك يا ابو كمان. عودي نهو نهو. يعني هي جت عليا. ماشي ماشي يا ست الدنيا. ماشي يا ابو كمان. جن انا عايز اقول لك ان انا لا يا مصطفى، انا اللي عايز اقول لك. انت اللي علمتني. انت علمتني ان انا ما افكرش في نفسي الاول، وانا ما عملتش غير اللي انت علمته. مش عايزك تبقى زعلان مني. بس انا مش زعلان منك، ده انا فرحان بيكي بجد. أكتر واحدة تمنيت إن أنا أتجوزها تبقى معايا، تمنيت إن أنت تكوني مراتي. أنا عمري ما تخيلت إن أنا أكون متجوزة حد غيرك. أنت الوحيد اللي تمنيت إن يكون مراته بجد. أنا كنت بسرق من الزمن وقت مصطفى. كنت عارفة ان علاقتنا مش هتكمل، الحدوتة هتخلص، بس يمكن ده اكتر وقت في حياتي انا كنت مبسوطة فيه بجد. كل حاجة فيه كانت بجد. لا انا عايزك تفضلي مبسوطة وفرحانة وتعيشي، تعيشي وسط اهلك وتحبي وتتجوزي. انتي طول ما هتكوني مبسوطة انا هفضل مبسوط، عشان انا هحس بيكي. عارف انت من الحاجات القليلة قوي في حياتي لما هقعد افتكرها هضحك، هبقى مبسوطة قوي. انت بتعمل ايه؟ كام يوم كده كنت بقلب في الصور بتاعت موبايلي، فاكتشفت ان مفيش ولا صوره بيني وبينك. انا عايز يبقى في ذكريات بينك عشان اقدر اعيش بيها. صور ياسين. انت يا بجم. مساء الخير. مساء النور. حضرتك دخلتي هنا ازاي؟ خبطت فتح لي الباب. مين هو؟ واحد غريب كده فتح لي الباب. ده زين، بيعمل دايما بلاوي، بس واضح ان المره دي عمل حاجه كويسه قوي. حضرتك مين يا فندم؟ أنا جوجو. سوري؟ جوجو.
جو محل العصير. جو جو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. طيب سامحيني في السؤال، انا ساكن بعيد قوي، انت عرفت عنواني ازاي؟ اللي يسال ما يتوهش، وبعدين جوجو لما تحب تعرف حاجه بتعرفها. صح، جوجو لما تحب تعرف حاجه بتعرفها. طيب بما انك لما تحب تعرفي حاجه بتعرفيها، انت تعرفي عني ايه؟ انا اعرف عنك اكتر ما انت تعرف عن نفسك. تحب ابتدي منين؟ من ايام الخارجيه ولا قبل كده شويه؟ ولا خلينا في حاجه بسيطه قوي. ايه؟ لا لا هي لا، حضرتك فاهمه غلط. هو الناس بس. انا فاهمه صح كويس قوي. انا مش زي بقيه الاغبياء اللي حواليك يا فندم. دول مش اغبياء. ما انا عارف، بهايم. الله الله، انت عارفه المثل اللي بيقول الطيور على اشكالها تقع؟ اكيد. اهي واحد. معلش. ممكن سيجارة؟ طبعا. هو انت بتشرب ايه؟ ده نسكافيه بلاك. انت عارف ان انا ما بشربش غيره. طيب جوجو، سؤال معلش سخيف. اتفضل. عاوز اعرف ايه سبب الزياره؟ تشريفك ليا يعني. انت تفتكر ايه؟ يعني ممكن تبقي عاوزه تشتغلي مذيعه في المحطه اللي انا شغال فيه، خصوصا انت زي القمر. انا؟ محتاجة واسطة مثلا، عارفة علاقاتي بالخارجية، ان انا ممكن اتوسط لك في. تحب انا اجيب لك واسطة في الخارجية؟ الله. طيب اخدم حد انت تعرفيه قرايبك في اي حاجة؟ اكيد لا. غلب حمارك؟ مش غلب، ده ضاع. قول لي يا غلب حماري. أول بحمار. تتجوزني؟ أجيب لك حاجة شوية. تشربي. بقول لك تتجوزني. عايز اسالك سؤال جوجو، انت ايه اللي ممكن يعجبك في واحد زيي مثلا؟ شكلي مستحيل، كرش، نضارة، سني، شعر ابيض كبير، شخصيتي في كتير يشبهني. انت عارف ايه؟ قلة ادبك. عارفة يا هديل، أنا نفسي أرجع بالزمن تاني عشان أتجوزك من أول وجديد. أنا حاسس إن أنا ضيعت وقت كتير محبتكيش فيه، ونفسي أعوضك عنه. طول ما إحنا مع بعض هنبقى أحسن. أيوة، من هنا ورايح هنبقى إحنا، ما عادش في بينا أنا خالص، إحنا وبس. فكرة دي، أنا مغرم بيكي. مغرم؟ مش قديمة شوية دي يا سيف؟ مش بقولك هرجع بالزمن اللي ورا، يعني هتلاقي كلام برضو كده قديم، يعني ممكن فجأة تلاقيني أقول لك أنينة،
يسعد مساكو، انا ممنون. تدين بقى او يسعد نهارك. بس تعرف فكره حلوه، ترجع تتجوزني من جديد. خلاص يا سيد، بص انت روح لابويا الله يرحمه، وروح لامي الله يرحمها، واطلب من منهم، وانا اوعدك هفكر. ايه دي؟ انا عشان اروح لابوك الله يرحمه وامك الله يرحمها، يبقى انا لازم كمان الله يرحمني. ما يلا في داهيه بقى يا سيف. وانا اتجوز بقى واحد طول بعرض وبشعر وبقصه، بعد الشر عليك. فاكره هديل اول مره مسكت ايدك فيها؟ كان يوم منايل بستين نيله. ليه كده؟ ليه يا سيف؟ وانت كمان حبكت تمسك ايدي وانت سايق الموتوسيكل. حد يسوق الموتوسيكل بايد واحده؟ خلتنا نتشقلط في الطين، ومش عايزه اقول لك ايه اللي حصل لي. كل حاجه اول اوفر طين. ده انا ما عرفتش شكلك من الطين اللي كان. لا ما بقول لك اول اوفر طين. وعلى ما روحت بقى الطين كان نشف، ومش عايزه اقول لك ايه اللي حصل بقى في الشاور. ده غريبه جدا، ديساين ربنا بعتها لي. انا مش عارفه ازاي ما فهمتش يعني ايه الغباوه دي. طيب فاكره اول مره بوستك في خدك؟ لا. بس هو انا فاكره يعني انه كان عيد ميلادك. كان يوم حلو قوي. حلو. حلو منين بس؟ مش عارفه. ده انا يا دوبك روحت البيت لقيت البواب مستنيني على باب البيت، بيقول لي يا استاذ سيف البقاء لله، ابوك مات. تقولي لي حلو. ما هي علامه برضو، علامه برضو ما خدتش بالي منها. نفس الغباوه، نفس الغباوه. بس عارفه على قد الغباوه اللي احنا فيها دي بحبك برضو. وانا على قد غباوتك ما اقدرش ابعد عنك. تعرف يا هديل؟ زمان اكتر حاجه شدتني ليكي ايه؟ مش عايز اعرف. عينيكي، بصت عينيكي كانت حلوه قوي، شعرك. بس الحقيقه الحاجه الوحيده اللي ما كانتش عجباني رجليكي، كانوا نازلين من الفساتين بتاعتك زي عدان الكبريت كده. رجلنا؟ ده زمان زمان، انت دلوقتي زي الفل. يا عم اسم الله عليك، روح اتفرج على نفسك وانت لابس شورت. ايه مالي؟ لا مقوس خالص يا سيف. ايه مقوس؟ ايه مقوس دي؟ ما عاملين كده يا سيف. هما ايه دول؟ انت كنت بتركب حمار قبل كده وبعته عشان تركب موتوسيكل؟ حبيبي مقوس خالص. حمار ايه يا بنتي؟ انا كنت بركب خيل، انا كنت بطل. يا عم خيل ايه بس؟ خيل ايه؟ انت مكسر كده. مش منك يا نينا. حلو قوي فكره الكتاب اللي انت كاتباه يا انجي. عجبتك؟ عشان كده طلبت ان انا اقابلك، انا اشك في شويه حاجات كده. انا تحت امرك. قولي لي انت كتبت الكتاب ده ليه؟ انا كتبت الكتاب ده لاني حسيت ان في بيوت كتير قوي مخروبه، مع ان الناس اللي عايشه فيها بيحبوا بعض. فانا كتبت الخطوات دي لو مشوا عليها هيرجعوا كويسين زي الاول. طب الكتاب ده من وجهه نظرك ينفع رجاله وستات؟ طبعا ينفع رجاله وستات. مش معاكي. الكتاب ده ينفع للرجاله بس. ليه؟ عشان الست انا رايي انها ما بتعرفش تضحي بوقتها ومجهودها الا لشخص واحد بس. فعاده بتبقى بتختار عيالها. وانا كمان شايف ان الست شخصيه مستقبله مش مرسله. انا مش متفقه معاك. هتتفقي.
مش فاهمه. بص يا انجي، الست من دول ممكن تضحي عشان بيتها عشان ولادها، انما عشان جوزها لا. انا شايفه، انا لسه ما خلصتش كلامي، تقطعينيش من فضلك. تلات اربع ستات في مصر شايفين ان الجواز نهايه حياه، كانوا محافظين فيها على احساسهم المرهف طبعا، مشاعرهم، شرفهم، فبعد الجواز كل ده بينتهي واهتمامهم لحاجة تانية خالص، وبينسوا جوزهم تماما أو الراجل تماما. بس أنا مش متفقة معاك بقى. أنا شايفة إن الست لو بس حست إن الراجل مديها شوية اهتمام وإن حبه ما قلش بعد ما خد اللي هو عايزه، وإنت فاهم كويس، هتعمل برضو حاجات كتير قوي عشان ترجع العلاقة زي الأول، وساعتها الخطوات دي هتمشي للرجالة وللست. ممكن اسالك سؤال؟ طبعا اتفضلي. انت شايف ايه احلى حاجه في الجواز بالنسبه لك كراجل يعني؟ لا بصي، انا لو قلت لك احلى حاجه في الجواز بالنسبه لي، انت هتغيري فكرك تماما وهتسحبي الكتاب من السوق وهتكتبي كتاب تاني خالص. لا لا اتفضل اتكلم. انت طبعا عارفه ان انا مش متجوز، بس انا ليا اصدقاء كتير متجوزين وعندي خبرات السنين يعني، فاستشفيت من اللي سمعته طول عمري ان احلى حاجه في الجواز الخيانه. ايه؟ الخيانه ازاي يعني؟ يعني ايه؟ ما تخضيش قوي كده. بص يا ستي، الراجل عشان يخون بيعمل حاجتين، ده في الاول يعني. اول حاجه المغامره، بيستمتع جدا بالمغامره. المغامره بتوصله لايه؟ الادرينالين. الادرينالين بيعلى في الجسم، يبقى عندنا مغامرة، أدرينالين. نوصل بعد كده لإيه؟ للعلاقة. العلاقة اللي بيعملها الراجل دوت في الخيانة بتوصله لحاجتين. الحاجة الأولانية يشبع غريزته طبعا. برافو عليك، يشبع غريزته طبعا. الحاجة التانية إحساس الراجل بإنه مازال مرغوب فيه. ده إحساس رائع. وبعدين بقى واقع. هو الراجل دلوقتي خاين. بيفضل طول الوقت، طول الوقت بيعمل حاجات لزوجته يعني يرضيها، يتعامل معاها كويس، يجيب لها كل اللي عايزاه، هدايا، فسح، خروجات. اما لو اتقفش لا قدر الله، ما هيتقفش عاده ولا دائما؟ دائما دائما. دول بيعتبرها واقع؟ بيعتبرها واقع الحقيقه يعني. لو اتقفش بيحاول طول الوقت يرجع البيت تاني للاستقرار وان بيته ما يتخربش. شفت يا انجي قد ايه الراجل بيضحي؟ يعني انا قعدت اكتب الكتاب ده كله عشان اقعد مع حضرتك دلوقتي اقتنع بعكس كل اللي كتبته؟ ده واقع وغريزه وادرينالين. يعني احلى حاجه في الجواز الخيانه؟ انا شايف كده اللي بتعالي الادرينالين عند الراجل عشان بيقعد يخبي ويخاف، وبعدين يدخل في موضوع العلاقه اللي أول حاجة فيها بيشبع غريزته، وبعدين بعد ما يشبع غريزته يحس إنه مرغوب فيه. طبعًا. وبعدين بيعتبر العلاقة دي واقع. أمال. والواقع ده بيخليه يتقفش. بالظبط. ولما يتقفش يعمل كل مجهود عنده في الحياة إنه يرجع مراته مرة تانية، بعد ما يفضل يجيب لها هدايا ويرضيها، وقال ما يخونش تاني، وقال كده هو ضحى عشان الست. يعني أنا أتجوز وأعتبر إن أحلى حاجة في الجواز هي الخيانة. عشان اقعد استناه لما الادرينالين عنده يعلى، وبعد ما يعلى يدخل في علاقه ويشبع غريزته، وبعد ما يشبع غريزته يحس انه مرغوب فيه، وبعدين اطلب الطلاق منه، فبعد ما اطلب الطلاق منه يجي هو يعمل كل مجهود في الدنيا عشان يرجعني زي الجزمه اللي في رجله، وبقى توظف الجواز وتوظف اللي عايز يتجوز وتوظف الكتاب وتوظف. انت جبتني ليه هنا النهارده؟ اقتنعتي؟ فرحانة بالكتاب اللي أنا كاتباه. قلوب خائنة. قلوب وخلاص. قلوب خسارة. خسارة ليه؟ مش ملاحظين حاجة يا بنات. أنا ملاحظة. القمر صافي يا كمان. نخل. قمر ايه يا هبله انت وهي؟ ايه؟ انا بتكلم على الارض هنا كده. شفتها هو انا كل ما اكلمك تقولي لي خفتار؟ بخاف من
بتهزري زي يا جماعه انا بتكلم على مستوى القاعده يعني قاعده إيه؟ يوه ايه طب قولي عايزه تقولي ايه حلوه مش ملاحظين ان من ساعه ما شفنا بعض واتقابلنا حياتنا اتشقلبت تصدقيها دي لانك بتتكلمي صح بس انا ما لاحظتش حاجه زي كده ده انا حتى في الحياه نظرتي ثقيبه كده وذات معنى ثقيبه طول عمرك دكتوره مثقفه البت دي مش مصدقه ان انا صيدلانيه لحد دلوقتي عجبني الشهاده من البيت اعمل ايه بالظبط صدقي بنت ساره شكلك انت عامله لنا عمل ليكي في الحاجات دي صح بلبسك ده والغوايش والجنلات الملونه والشمع المرمي مولع في الخور يوم الايام بس بقى انت وهي لعلمكم احنا اتقابلنا عشان كنا كلنا محتاجين لبعض وبعدين لو كنت عامله سحر يعني كنت عملته لنفسي ما انا كمان حياتي اتشقلبت يا اختي اتشقلبت ايه انت متشقلبه خلق اللي متشقلب ده انت كل يوم والتاني اسكتي بقى ده انت عرفتيني ده انت بقى لنا قد ايه بنشوفها دي متشقلبه ولا عامله مدخوله وبعدين حامل مش عارفه من مين ده انت يا هادي يا هادي يا انت جلسه بجد بتقول لك اتشقلبت ده انت اتعدلتي يا شيخ ماشي انا اتعدلت وانت هي بقت كده انا شلت لا مش شغاله يعني حفظي الخط اوكي تعلم بص انا مش عارفه يعني هي احسن يعني ولا احسن يعني احسن يعني يا احسن على الاقل في الاخر عرفت راجل تمام طب يا جو انا اسفه مش هقدر اسالك السؤال ده انا عارفه انه سؤال حساس لا ما فيش اي حساسيه ولا حاجه عادي بس اللي انا عايزه اقوله لكم حاجه مهمه جدا بجد يمكن اكون احسن واحده فيكم دلوقتي ليه يعني السلام انا حاسه ان نفسيتي بقت احسن حياتي بقت احسن بشوف الناس وبحس بيها بشكل مختلف ايوه بس اول ما عرفتك كنت متحشمه عن كده يلا فعلا دي اكتر فتره في حياتي بجد انا راضيه فيها عن نفسي قد ايه عظيمه ومتواضعه الله البت دي زباله انت طول عمرك كده على فكره طول عمرك بقى انت مش هتخسي ابدا يا انت شخصيه عجيبه يا بس يا حد انا اقدر كده اقول ان انا كده نجحت في ايه العمل بتاعي برافو اشتغل برافو عمل ايه عمل اسود والهب مش انا عامله سحر الحوار كده كنت بقول لها انت عامله باللبس فسحر سحر هنا من انا نجحت يا هديل اهم حاجه كده انا هطلب منكم طلب دلوقتي ايه مدوا ايدكم يلا بينا يا ماما لا تعالي انت وين المد ايدكم ايدي اتقطعت اتشلت انا مش عايزه مش هلعب لا بليز مش عايزه بطلوا تهريج بقى مدوا ايدكم عشان عايزين نتواعد ان كمان 5 سنين يوم عيد ميلادي برضو يوه نتقابل يوم اسود ونقعد بس بقى هتفضلي تحتفلي بعيد ميلادك لمده كل سنة؟ كل سنة ايوه طبعا ايه الفراغ ده؟ لا بس كمان 5 سنين تحديدا نتقابل ونقعد القعده دي اوبا انا موافقه مش هنشوف بعض لمده 5 سنين ايه هبله انت وهي لا طبعا هنشوف بعض بس هنقعد قعده زي دي كمان 5 سنين ليه عشان نشوف ايه اللي حصل في حياتنا فعلا اكيد حاجات حلوه جدا هتكون حصلت ليه ايش ضمانك انه في حاجات احسن يا ساتر يا يعني انا ممكن اقابلك كمان 5 سنين ابقى مطلقه ومشرده الكلام ده صح ومش لاقيه اكل وبعت المحل وسيف اتجوز عليا اكيد مش هتخلي في الشارع ها مش هاتي في الشارع كمان غالبا يا رب وانت حياتك هتبقى ايه ما اعرفش بس على فكره انا ممكن انا و الواد الصغنن ده فتحي تربيه بجرب يمكن ما نفهمش بعض ما نكملش ممكن اسيب البرنامج يا بنات بصي كده ليه ممكن افكر في حمزه هو برضه راجل كويس مركزه قوي عموما يا جماعه انا عايزه اريحكم من ناحيتي اكيد 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 انا هترهبن ومش هعرف ولا واحده فيكم وهيفضل ده افضل يوم في حياتي ايه التشاؤم اللي انتوا فيه انتوا كلكم ده يا جماعه فكروا في نهايات سعيده بمعنى ما هو مفيش يعني في الايام السوداء اللي احنا فيها دي فين 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 تفاؤل اجيبه منين الكلام ده بشوفه في المسلسلات البطل يتجوز البطله ويخلفه بس على فكره كمان المسلسلات اليومين دول مش لازم نهايه سعيده البطل ممكن يضرب البطله بالقلم فتروح متطلقه قبل النهايه عادي على طول بيعملوا كده وكمان في مسلسلات اليومين دول لازم يطلعوا المسيحي يترهبن في الاخر مش عارفه قفلنا قفله سودة ايه طب بص بقى انا جات لي فكره هايله ايه احنا لما هنتقابل ان شاء الله يوم عيد ميلادي برضه كمان 5 سنين ندينا طوله العمر هنقعد مع بعض ونكتب قصه حياتنا في مسلسل
اصلا لو كتبنا قصه حبنا في مسلسل محدش هيصدقها، لان كله هيقول لك ده خيال علمي. هو في حاجه بتحصل بالشكل ده؟ ايه الهبل ده ليه يعني؟ اللي ليه يعني؟ بنات ومخدرات وحشيش وخمره والفاظ زباله. اه صح. مش ده حصل فعلا وبيحصل؟ ايوه حبيبتي حصل وبيحصل، بس مش كل حاجه في حياتنا ينفع نقولها كده. يعني ما ينفعش نقول للناس ونعترف بكل حاجه بنعملها، علشان في حاجات في حياتنا اكيد بتبقى عيب ما يصحش ان احنا نقولها. ليه؟ عشان عيب. لا كده احنا بندفن راسنا في الرمل. ايوه احنا لازم الناس تتعلم من اخطاء الاخرين. ايوه يا ساره جن عندها حق، ثم ان مش كل الناس مشاكلها زينا. صح، في ناس مشاكلها ابسط بكتير. اوكي حبيبتي، مش كل الناس مشاكلها زينا، بس في ناس مشاكلها زينا، وفي ناس زي ما انت بتقولي مشاكلها ابسط، وفي ناس مشاكلها اكتر. بس المشكله الناس بتختار ان هي تجمل وقعها بالكسب. ايوه بس احنا عندنا مشكله في بلدنا هنا، الناس ما بتحبش ان انت تواجهيها بمشاكلهم، يعني ما يحبوش ان انت تقتحمي حياتهم، بيخافوا من الموضوع ده. طبيعه مجتمع يا جماعه. يا جماعه ما تسيبوها تقول اللي هي عايزاه. انا اللي اعرفه يا ساره ان انت ممكن تفهمي الحاجات الكويسه اللي جوه الناس، بس انت ما تفهميش في الناس اللي بتكذب على بعض. يعني على سبيل المثال، لو احنا قررنا ان احنا نعمل قصه حياتنا دي مسلسل من اول حلقه، هتلاقي في ناس او بعض الناس معترضه، بتقول لك ازاي مطلعين البنات بتشرب بالشكل دوت، حشيش وخمره وبتتكلم كده وعندها علاقات؟ ايه هي كل بنات مصر بالشكل ده؟ مش هو ده اللي هيتقال؟ مش هو ده اللي هيحصل؟ اكيد مش كل بنات مصر طبعا زينا، في بنات احسن وفي بنات اوحش. صح. ولو عملنا فيلم على المخدرات ده مش معناه ان مصر كلها مخدرات، ولو الدعاره مثلا مصر كلها دعاره. بس ده تفكير غلط، الفكر نفسه غلط. تعرفي يا بنتي يا ساره انهم ممكن يقولوا ان سبب الانفلات ده ان الناس دي من الطبقات العليا، معاهم فلوس بقى يصرفوا على المزاج والروقان. انت معايا ولا مع الاسف؟ لا انا معاكي مع الاسف. انا معاكي مع الاسف. عارفين بجد اللي يشوف بلدنا دي من فوق غير اللي يشوفها من تحت. كلمة رائعة، الكلمة دي اتقالت في فيلم قبل كده. يعني سمعتها في من فوق ومن تحت. اهو الكلام ده مثلا لو قلناه في مسلسل هيعترضوا عليه. ليه؟ انا بقول لك على فكرة. على فكرة ده اتقال تحديدا في فيلم او مسلسل. يقول لك فيلم ماشي مسلسل لا، اسمعي كلامي. بس انا عايزة ثانية واحدة ارد عليكي يا هديل في حاجة معينة. مشاكلنا مش سببها فلوسنا. مشاكلنا سببها تربيتنا. والغلط اللي بيتعمل في فيلا ممكن يتعمل في شقه، وممكن يتعمل في عشه، وساعات اكتر كمان ممكن يتعمل في الشارع. بس لولا بقى البوليس يقبض عليهم ويقول لهم فعل فاضل في الطريق العام. او كبسه. انت خلاص بقيتي مزاج من الاقسام، فاكره؟ تخصص. عموما يا بنات لو ناويين تعملوا المسلسل ده بجد بلاش تعملوا حسابي فيه، مستحيل تطلعوا واحده مسيحيه بتفكر زيي. وعموما برضه مؤلف المسلسل ده هيكتب في النهايه ان انا لازم هترهبن. الموضوع قفل في وشي. طب هترهبني وتريحينا. ايه رايكم في الموضوع ده؟ يا جماعه ايه العقد دي؟ ايه كم العقد دي؟ ليه؟ احنا لازم نحاول ان احنا نغير افكار اللي حوالينا. ازاي يعني؟ من المسلسل. بجد؟ ايوه. طيب. خلاص يا جماعه احنا بلاش نحبط ساره. اوكي. احنا هنعمل لك مسلسل. ماشي. يعني احنا ممكن نتكلم في المسلسل عن هبه وابوها وامها، ان هم يعني تستعر منهم عادي. هم بصراحه نفوريش وحاجه نيله يعني. لا والعربيه البيضة مش لايقه على الاب والام، حاجه غريبه الفضايح دي. يعني دول ممكن نقول عليهم ايه. نعم حبيبتي. نعم عادي مش حاجه عادي يعني. بتكافح وشغاله. مفيش علاقات كويس. كفاح يعني معديه دراميا. جان عايشه دور المضطهده في البلد اللي عارفه انت ازاي، ومش عارفين يعملوا حاجه، مضطهدين وهم مسيطرين يعني. غلوه شهادتي حبيبه قلبي. حبيبتي انما انت يعني انا وانت يا ساره مستحيل نطلع في مسلسل. ليه بقى ان شاء الله؟ اللي ليه؟ اللي واحده داخله لي خارجه لي مع رجاله ومش عارفه مين، وحامله لي من واحد وما تعرفش من مين، ومش عايزه تنزله. ده انا كافحت، ده انا مش قلتني فاكره؟ يعني ايه اقول لك عادي؟ عادي ازاي؟ انا اطلع ده في مسلسل اقول ايه؟ يعني انا اقول للرجاله جوزي بيتفرج على افلام بورنو، انا اقول لهم ايه؟ مش بورنو. ما تقوليش كده. عشان رقابة. برافو عليكي. جوزي بيتفرج بدل افلام بورنو عشان رقابة. ايوه افلام ثقافية. ايوه كده معدية. وبعدين انا بقى مش عايزة انام معاه. الرقابة. ايوه مش عايزة اقيم معاه علاقة زوجية عشان اذل امه.
ما انا لازم اذل امك. هذل امي بس طبعا. لا وبعدين ايه 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 لا مش عارفه تقول حاجه. مش عارفه تقول حاجه عشان رقاب. ثانيه احنا بقى بالذات لازم قصصنا تطلع في المسلسل. ايه ليه بقى؟ الناس هتتعلم الصح زي هانم غير لما تشوف الغلط قدامها وتشوفه واضح كده ومخبوط في وشها. وجهه نظر غلط كله. وجهه نظر صح. غلط غلط كله. اقنعتيني. تخبط في وشهم. بس في مشكله تانية. مين المؤلف اللي هيكتب كل البلاوي دي؟ احنا محتاجين مؤلف يكون عامل كده يعني. حسني عامل اللي هو كده اللي هو يعني ايه فظيع كده جريء يعني فاهمه. يخبط الناس في وشها كده مره واحده. مين مش عارفه بقى مين. مين يا هيا؟ اشمعنى انا مش فنانه انت الفنانه اللي لينا بقى وعايشه الدور وكده. طب صدقوا انا عندي حد فعلا كويس جدا. مين 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 ها؟ مين ها؟ هعرفه عليه بجد. اه والله بجد. مسيحي جريء. انت بتدوري على عريس ولا ايه؟ ممكن على فكره حقي عادي. طب مين انا عندي مخ. مين مين تعرفي منين؟ مخرج منين؟ طب انا مؤلف. ده سؤال. تعرفي مخرج منين؟ تسأليني انا سؤال زي ده؟ مش فاهمة. لا لا دي الخبرة. لا انتي ولا ايه؟ انتي مخرج صايع. هايل كويس. صايع. هبلة. انتي مش محتاجة مخرج صايع. أيوه. انتي محتاجة مخرج ما يهموش حد. ما يهموش حد. طبعا. هو صايع وما يهموش. هايل. خلاص اتفقنا. لقينا مخرج ولقينا مؤلف. تمام. لقيتي منتج؟ معانا فلوس بقى. احنا معانا فلوس. اوكي. هبه بابا وماما عليهم على البوابه دي. هبه بيتنا عادي ممكن تعملها يعني. هو ها يعني كل واحد يدفع هو مصر باجورنا مش مشكله. احنا اللي هنمثل برضه. امال ده ايه ده؟ انت بتهزري؟ طب ايه اسم المسلسل؟ انا افكر. انا افكر. قولي يا اختي اتفضلي. هنسميه دي حاجزه مكان دي. هنسميه انانيه. احنا نسميه يا رب جاي قلوب. حلو قوي. الوان تحفه قلوب. ايه الوان؟ قلوب احمر. قلب احمر. اخرسي. ايه اخرسي؟ ايه قلوب دي؟ ده جميل. قلوب قلوب. عاجبك؟ ده تحفه. مش عاجبك الوان عليكي بلدي. على اعتبار الجزء الثاني بقى كبد وكلاوي ومخاض. الرقابة من أولها. خلاص أنا عندي فكرة. إيه؟ أنا لقيت الاسم. إيه؟ اسم على مسمى. إيه؟ إحنا نسميه زنوب. الله وأنا بطلت. أنا بطلت. لا 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 أنا سارة تتفوق عليكي في البطولة على فكرة. على فكرة أنا كده ضيفة شرف. أنا مش هشتغل خالص. بص يا جماعة أنا هاخد دلوقتي أنا هنحرف وأجيلكوا أعمل فيكوا إيه؟ هاخد دور منحرفة. زنوب الوادي. ليه زنوب؟ وادي زنوب. عواقب الزنوب. وادي زنوب. وادي ليه؟ هنقع. هنقع فين؟ بحر الوادي. وسقطت في بحر الزنوب. ده على فكره اسم فيلم قديم. لا سقطت بحر العسل. طب انا مضطره اسيبكوا. ايه؟ على اعتبار ان المسلسل خلص. فعلا؟ واحنا في الكاست. وادي مصورين. وادي الناس. يلا بينا يا اسامه. يلا بينا. 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 يلا بينا